مرحبا وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الرمضانية اللي عودناكم عليها كل يوم مرتين في النهار، حلقة الساعة 6 وحلقة الساعة 10 بالإضافة للأذان الساعة 7:30. كل هذا بنعمله تطوعا عشان أبناء الجالية في كندا وأمريكا وحتى أوروبا والمهجر. أهلا وسهلا فيكم. اليوم حنتكلم عن سلسلة أو نخلص سلسلة الحلقات اللي بدأناها عن العادات الرمضانية في بلاد العرب. بدأنا في أول حلقة عن العادات الرمضانية في بلاد الشام، بعدين الحلقة الثانية كانت لمصر ووادي والسودان في وادي النيل، الحلقة الثالثة كانت عن عفوا العراق والخليج العربي واليمن، وكانت حلقة جميلة جدا كما الحلقات الماضية. اليوم ستكون لنا حلقة في المغرب العربي. احنا في قبل الحوار حكينا انه احنا فعلا نعشق اهل المغرب العربي، ولكن نحن اهل الشام لا نعرف الكثير عن اهل المغرب العربي. معلوماتنا قليلة، قد تكون يمكن اللغة، قد يكون في اللهجة، لكن هذه القناة، قناة كنار تي في، وجدت لجميع العرب ولن نستقصف منها أحدا، لأنها هدفها الأول هو تجميع أبناء هذا الشعب الرائع بلغته بثقافته بعاداته بتقاليده في منبر واحد يكون منبر للجميع. اليوم أنا والأستاذ محمد تميمي صديقي وعزيزي راح نجتمع مع أخوات من المغرب العربي ليتكلموا عن 3 دول، المغرب، تونس والجزائر. حدثونا عن عاداتهم في رمضان، نوعدكم بحلقات أخرى عن عادات ولهجات اللغات العربية أو اللهجات العربية قريبا بعد رمضان، لكن إحنا الآن مركزين على موضوع رمضان. حنحكي عن الأعراس، حنحكي عن الأفراح، حنحكي عن أشياء تانية، اللباس ممكن، لكن إحنا حنحكي الآن عن عادات رمضان. فخلينا نرحب بالأخوات. معنا الأخت عزيزة من تونس. مرحبا. تونس برقيبة، تونس الخضراء، تونس تونس الخضراء. الزيتون، تونس الجمال، تونس الله يخليك، عايش البحر. أهلا وسهلا في عيشك عيشك. عايشك. ومعنا ليليا، ليليا من الجزائر. أهلا السلام وسهلا عليكم. فيك، في من جزائر السلام. الأحرار، جزائر الألف شهيد، جزائر الأبطال، المليون مليون جزائر مليون ونص مليون المليون مليون المليون شهيد، مليون ونص مليون مليون نعم ونص. المليون والنصف مليون شهيد. الجزائر، الجزائر يمكن لها بعشق خاص، لأنه دائما إحنا بنحب ننظر إلى قصائد وأشعار أبطال الثورة الجزائرية، لأنها كانت هي منبع للثورات العربية في التحرر. فأهلا وسهلا ليليا. السلام عليكم وصحة رمضانكم باللهجة الجزائرية، وكل عام وانتم بخير. أهلا وسهلا. حتكون معنا، أهلا وسهلا. حتكون تفضل. حتكون معنا الأستاذة خطيمة إن شاء الله من المغرب، لكن أعتقد عندها مشكلة في هذا، أنا حاول أتصل فيها الآن. والأستاذ محمد تفضل. أهلا وسهلا بالجميع، أهلا وسهلا بتونس، وأهلا وسهلا بالجزائر، وأهلا وسهلا بالمغرب العربي كله. والحقيقة كنا بنتكلم بنحكي إنه شوي إحنا بنحس بتقصير في باقي البلدان العربية، لأنه ما عندنا هذا الإلمام الجيد بالثقافة المغاربية. ولما بنتكلم عن المغاربية طبعا احنا بنقصد كل بلدان المغرب العربي تحت مسمى المغرب العربي ككل. المحطات الرمضانية هاي محطات قربتنا كثير من بعضنا البعض، عرفتنا كثير على عادات وتقاليد مهمة جدا، وعرفتنا على إخوة من أروع الناس. احنا موجودين في كندا، وكندا بترفع شعار التنوع، والحقيقة احنا أكثر ناس في عالم، في هذا العالم، هذه الشعوب العربية أكثر ناس عندهم تنوع. نتمنى أنه نستفيد من الثقافة الكندية في تقدير واحترام التنوع، ونستفيد من أهمية التنوع اللي بتطرحه دائما كندا، واللي كمان كنا زمان إحنا نعتبره جزء من قوة تبعنا هذا التنوع. فيعني اليوم حنضرب مثل رائع من هذا التنوع والتعرف على الثقافة العربية بتعرفنا على إخوة إلنا
من أروع الإخوة، من أحب البقاع على قلوبنا. اليوم راح نكون مستمعين بشكل كبير جدا، وراح نكون مهتمين أنا والدكتور جمال بشكل كبير جدا، لأنه عنا شغف إنه نتواصل مع الحضارة المغربية، عنا شغف إن نتعرف على المغرب وما عنده من عادات وتقاليد وثقافة، عندنا شغف إنه نعيش أجواء مغاربية رائعة بامتياز. والحقيقة بعد الترحيب فيكم والترحيب بالمغرب العربي البلد الذي شرفنا الآن، نبدأ الحكاية من رمضان. عادة احنا بنبدأ سؤالنا بالتحضير، كيف يبدأ التحضير لرمضان؟ مين بحب يبدأ يحدثنا عن بدايات التحضير لرمضان قبل ما يبدأ رمضان، قبل ما يعلن المفتي أن هذا الشهر، أن هذا اليوم هو المتمم لشعبان وما بعده سيكون اليوم أول أيام رمضان المبارك؟ فنبدأ بتونس. نبدأ بتونس، تفضل. عسلامتكم ساعة وشاية طيبة بالتونسي. بالنسبة لي نحن في تونس يعني رمضان يبدأ كما نقول نشموا ريحته من قبل ما يبدأ. دونك يعني من شهر كما نقول وإحنا شعبين يبدأوا العباد يحكيوا على رمضان ونشموا في ريحة رمضان، وتبدأ الريحة الطيبة تبدأ تشم يعني. يبدأوا الأسواق بالطبيعة تنشط شوية بشوية، الأسر التونسية تبدأ زيادة تنظف، هم ينظفوا كل يوم الديار، ما فما تنظيف خاص للمنازل يعني، حتى يعني تيلي دهان الجدران، يبدأوا زيادة فما أواني خاصة من القصدير يعني خاصة بشهر رمضان يهزوها للقزادري كما نقولوا احنا، يقصدوا الأواني هذوكم يعني تحضير إن شاء الله لرمضان. الأسواق كيف تبدأ تنشط نشاط أكثر من العادة، كذلك شنية المساجد يبدأوا يزينوها وتبدأ يعني الريحة تعبق متاع رمضان قبل دخوله بشهر كامل. إذن عندكم تزيين للأحياء؟ للأحياء للمساجد، قلت لك كيف المنازل يعني بخيسك عام يعني عامة عطور وعطور وبخور وما إلى ذلك. البخور هذاك لازم ليلة الجمعة لازم البخور هذاك في الديار. هل في عندكم زينة خاصة مثلا مصر عندهم فانوس رمضان، هل في زينة خاصة لل زينة خاصة لكن كما نقولوا يخرجوا كل ما هو جديد، كل ما هو جديد كما الأغطية كما السجادات كما الستائر، كل ما هو جديد يخرج تحضير لشهر رمضان. تزيين الشوارع سامحني، تزيين الشوارع، الشوارع تزيين كمان الشوارع كما نقولوا عندنا احنا في تونس، حتى الاشجار الجذع نتاع الشجره يدهنوه بالابيض، حتى كيش نقولوا المواد الماده الطرقات تدهن يعني في تحضيرات، تعرف حتى صغير يقول لك ايها وشهر رمضان قريب باش يدخل. نسرين تقول لك اللهجة التونسية تجنن. عايشك. طيب ليليا. سلام سلام عليكم، صح فطوركم وزول في اللون. تاني تقريبا ما في فرق كبير، غير انه نقول انا يعني الشعبانيات بنسميها اللي هي تكون في شهر شعبان، كل العرايس ولا البنات ولا حتى اللي متجوزين جداد بيرجعوا على البيوت العائلية الكبيرة، ولا بيتلموا بيجيبوا أغراضهم يعني من أكلات من مواد يعني للطبخ، وبيعملوا شيء اسمه العولة. العولة يعني مثلا يفتلوا الكسكس، يعني يفتلوا يعني يحضروا الكسكس، يحضروا الفلفل يشوي، والفلفل الشلاضة اللي هي معروفة شلاضة الفلفل الحميص، ولا ايش هي ليليا، وقف شوي حبه يا علام. اللهجه الجزائريه شلاطه، شو يعني؟ لا احكي لهجتك، تعرف ايش يعني شلاطه؟ ما بتعرف شلاطه، هي اسمها شليطه ولا الحميص؟ استني خلي محمد يفسر اشوف. تفضل محمد.
شلاطه. شليطة عبارة عن فلفل، هي سلطة. شلطة يعني. تبع الفلفل المشوي. الفلفل المشوي والمقلي اللي هو من أساسيات مائدة رمضان تقريبا يوميا مدة 30 يوم. يعني أوكي. يكون شليطة هذه بيتحضر لها لأنه كمية كبيرة من الفلفل محتاجة تتشوى ولا تتقلى. بيكون كمان تحضير لصلصة الطماطم مثلا، بيحضروا صلصة الطماطم من قبل. كلها الديول مثلا، احنا بتعرفوا عندنا الجزائريين والمغاربة كمان والتوانسة عندنا أكلة مهمة اللي اسمها البوراك. البوراك بيتعامل بالديول. الديول عبارة عن ورقة معمولة من عجين بتكون رفيعة جدا، بنحط فيها خلطات معينة مختلفة، سواء الدجاج سواء الجمبري اللي هو الكريفات. زي السمبوسك يعني. زي السمبوسة. إيه بس الورق تبعنا، الورق تبع الديول بيكون ورق مختلف عن الفيلو اللي هو اللي عند الشرقيين ولا اللي بيعملوا به البقلاوة كمان. الفيلو هيدا يعني أوكي. احنا يكون شكرا نسرين. انا شايفه نسرين بتقول هيدا زي توارق، من التوارق من الجزائر بس زي ترقي بيقول. نعم. شو كمان ياك بيقول يعني انه الشهر هيدا شهر شعبان، وما بنختلف على التونسيين والمغربيين apparently يعني، لانه الاواني جديده، الشغلات البيت بنعمل كوميناش يعني اللي هو تنظيف كامل جذري بالدهن جديد للبيت، بنغير حلي البيت كله بيتغير يعني من السفرة، من في ناس تروح إكستريم بتغير تقريبا كل المطبخ، بتغير بتعمل تصليحات من قبلها، بتزين البيت، بتجهز. سو تقريبا هيدا ما قبل رمضان بنبقى بنتلم كلنا في البيت الأكبر يعني البيت العائلي مثلا، وبنحضر هيك التحضيرات الصغيرة اللي بنبدأ نحضرها وإحنا نستنى يعني إنه رمضان، شهر رمضان بيدخل علينا بال يعني في بجت لازم يعملها الرجال خلال من البداية، حضر نفسه ببجت كويس. يعني هو المفروض بكل صراحة الامرأة الجزائرية يعني بيكونها كتير يعني امرأة يعني ذكية جدا، لأن طول مدار السنة بتجهز اوريدي يعني في جهاز خاص خاص لشهر رمضان. برا حول العالم ذكية. خلينا انا بدي احكي يعني مثلا الجزائريات بحيث انه ما تكون انا اصلا يعني راح على فكره فكرتني يعني دكتور جمال، لانه انا مولوده في الجزائر العاصمه لكن الاصل الامازيغي اللي هو قبائلي. نعم. وطبعا العادات والتقاليد بما انه البلد غني جدا بعادات وتقاليد مختلفة، كل منطقة تختلف من منطقة لمنطقة، عندهم اختلافات معينة. يعني أنا اليوم جاية أطلع أتكلم كجزائرية، بس طبعا ما رح أمثل يعني صعب علي أنه أمثل كل الجزائريات. فهمت علي؟ نعم. يعني كتير صعب أنه إن شاء الله أكون عطيتهم حقهم يعني تقريبا في العادات والتقاليد. خطيمة طبعاً اللي ما بعرفها من أفضل من يمثل المغرب، مش أنا اللي بحكي لحالي. شكراً. يعني الإخوان كلهم خطيمة فخر المرأة المغربية، وفعلاً يعني اللي بروح عند خطيمة وبزور خطيمة في المنزل بشعر إنه زار المغرب. أهلا وسهلا فيك يا خطيمة. شكراً على الضيافة، وشكراً لأنكم عطيتنا هذه الفرصة ثمينة بالنسبة لنا أننا نعرفوا بالمنطقة ديال المغرب العربي العزيزة، وأننا نمد جسور تواصل مع باقي الجالية العربية. يمكن أن المغرب العربي معروف أقل من الدول الأخرى بالنسبة للجالية العربية ككل، ويمكن أنه عنده طابع خاص وميزة. أنا سمعت عزيزة وسمعت لي اليوم يتكلموا تقريبا نفس الشيء اللي كان ديروا، نفس الطقوس اللي كان كنا عندنا في نفس المنطقة. بالنسبة للمغرب كيف قلتي يعني قبل من ما يدخل شهر رمضان، يعني من 15 شعبان كان نحتفلوا احنا بالنصف من شعبان، ومنه كتبدا الانطلاقة لتحضير لشهر رمضان. منه صافي سالينا يعني نكمل الصيام
شعبان. إلها اسم هذه الاحتفال شعبني أو شيء زي كده؟ شعبانة. شعبانة، أوكي. نسميها شعبانة. نعم. يعني نكونوا إحنا نكونوا نصلي أو نصوموا الأيام ديال شعبان اللي فيها أجر، ومن بعد في النصف ديال شعبان تكون عندنا شعبانة. شعبانة عادة كنحتفلوا بها كنساء، كنتلموا كنساء في بيت من البيوت، كنا غادي نحتفلوا بها هاد السنة ولكن كورونا ما سمحت لناش. كنتلموا فيها ونديروا مديح، نديروا أمداح، طرب أندلسي، يعني بزاف ديال الطقوس. من وراها كل مرأة مغربية في دارها كتبدأ كتحضر لهاد الشهر ديال رمضان بالحوايج اللي هي أساسية على المائدة المغربية في شهر رمضان. من ضمن هاد الأشياء عندنا الشباكية اللي هي واحد نوع من الحلو، ممكن تدوزي صورة بالشباكية. أيوة من نوع أيوة. من الحلو اللي هو تحضيرات عينات كثيرة. عينات أيوة. هذا هو الشباكية لأنها مشبكة. مشبكة. لأنها مشبكة. يعني ممكن تشوفوا هذه الشباكية هي فيها شغل كتير، وأوقات أن كاين النساء يتلموا في منزل واحد باش يقدروا يساعدوا بعضهم أنهم يصوبوها. كيتخصها ضروري أننا نشريو السمسم، وداك السمسم كياخذ وقت يعني كيف يتنقى وكيف يتحمر، لوز، كل أشياء يعني تاخذ فترة ديال الوقت، يعني ما يمكنش ديرها في نهار أو يومين، كتاخد وقت. من بعد كاين تاني سلو، ممكن صورة بتوريني سلو كذلك. كل منطقة، يعني ماشي كل منطقة، كل شارع، كل زنقة، كل حي تدوز منه ضروري تشم ريحة السمسم يقلى واللوز يقلى باش نحضروا هذه. هذه يعني باش اسمها مثل هاي، يعني يكون مثل فات، يعني هو غني بالمكونات دياله لأنه يعطينا انرجي، يعطينا طاقة. بالنسبة للصيام يساعدنا على الصيام، نجمو نفطروا به أو نتصحروا به، لأن المكونات اللي فيه لوز، فيه سمسم، فيه ينسون، فيه قرفة، فيه مجموعة ديال المكونات اللي هي صحية وتعطي طاقة بالنسبة للصائم. إيش اسمها هاي خطيمة؟ حسب المناطق، كاين مناطق يسموها سفوف، مثل أوكي. مثلا أنا من مراكش، يعني أصلي من مراكش، لكن مثلا حياتي كلها قضيتها في العاصمة الرباط. يقولوا له سلو، يعني كاين اللي يسميه سلو، كاين اللي يسميه سلو، كاين مثلا في مراكش يسميه سليلو، يعني تصغير لسلو، ما يسميهش صفوف، يعني حسب كل منطقه. من غير هاد زوج حاجات كاين اللي يدير الزميطه، الزميطه نوجدوها بالحبوب وبالبذور، يعني بدر كتان، قمح، شعير، حمص، سمسم، ينسون، كل الحبوبات الغنية كلها نحمروها، يعني تتحمر ومن بعد تطحن ونخلطوها بزبدة وعسل. هاي الزميطة. الزميطة، اسمها الزميطة. هذا يتحضر من قبل رمضان، يعني يتحضر في شعبان. يتحضر قبل رمضان. لازم قبل رمضان، يعني اليوم الأول في رمضان لازم يكون على السفرة، لكن قبل من اليوم الأول من رمضان لازم يكونوا حاضرين، لأن يلزم أن كل واحدة حضرت صفوف أو شباكية أو زميطة تذوق جيرانها، تذوق أهلها، تذوق، يعني كل واحد لازم يذوق من شنو المرأة عملت في بيتها. ما شاء الله، يعني كاين عندنا ضروري هذا القضية في شهر رمضان، يعني كل ما أنا حطيت على السفرة ديالي نحب أن مثلا صديقتي تذوق منه، يعني مثلا احنا في طوا رغم البعد مثلا. خطيمة. نعم. ان شاء الله رب العالمين رمضان القادم يكون حل عنا الكورونا، وكنار تي في راح تمر عليك واحد واحد ونعمل افطار في كل منزل، في كل بيت، في كل منزل. والله انا كثير كثير يعني كثير مشتاقه لهذه اللمه ديال رمضان،
واليوم انا حضرت لكم سفره غير السفره اللي حضرت انا الافطار مع اسرتي، حضرت سفره كانكم جايين عندي للدار. الله يخليكم يا حبيبي. الله يخليك. طيب احنا خلصنا، بدانا خلصنا شعبان، دخلنا على رمضان. بدا الاعلان. ليليا، اول يوم في رمضان كيف بيكون من الصباح؟ هل في سحور؟ سحروا؟ يا طبعا اكيد، يعني احنا بنكون جهزنا كل ايام من السحور. عدنا في السحور احنا من المفروض، انا كامازيغيه عدنا شيء اسمه طعام بالزبيب، يعني تعرفوا الكسكس؟ ايوه الكسكس احنا تبعنا بنفوره، بس بيكون بالزبيب. ساعات بيكون في ناس هيك بتبدع فيه، بتحط اللوز المكسرات، بنرش عليه عسل من فوق ولا سكر ابيض اللي هو السكر مش كريستاليزي سكر بودره دخل الفرنسي سوري يعني. بيكون عليه من فوق وبناخذوه بالبن اللي هو عند ناس، في اللي بياخذوه بالرايب وفي اللي بياخذوه بالبن، بس بنكونوا جهزنا كمان الفلان الكريم كراميل التمر، بنحشي بلوز ومكسرات كمان. هلا بكل صراحة أنا عارفة إنه في كتير عائلات في الجزائر السحور عندهم بيكون تقريبا إفطار، أوكي؟ إفطار تاني يعني أكل ولحم ودجاج وكل شيء، بس العامي إنه الواحد المفروض يعني من العادات والتقاليد اللي هو من جدودنا إنه السحور من المفروض بيكون كثير خفيف. أوكي. ما بيكون تقيل، يعني كل ما خف السحور كل ما كان اليوم، لأنه لو واحد بيملي بطنه ويروح ينام بيبقى جوعان كثير الصبح. أوكي. إحنا في المغرب يعني. في الخليج العربي أصدقائنا حكوا لنا إنه، وإحنا طبعًا عشنا هاي الأجواء يعني في الخليج، إنه الوجبة الرئيسية في كل وقت سواء كان السحور ولا الفطور ولا اللي هي الرز. احنا مش متأكدين الرز كثير صح بصراحه. طبعا انا بدي احكي لنسرين كانت متشوقه انها تشوف السفره تبع خاتمه. جايين لها انه لسه مش فقرتها الان السفره، حنيجي للسفره يا نسرين، ما ضيعناش عليك شيء. هاي شفتها بتبكي، ما ضيعناش شيء يا نسرين، حنشوف السفره كامله. كملي ليليا كملي. يعني بيكون اصلا المحنشه التيجار المحنشة، أوكي المحنشة عبارة عن ديول كمان محشيين وبيجي هيك مدو. يا ريتني كان عندي، أنا ما طلعت شاطرة كتير كم زي الأخت خاتمة يعني ما شاء الله. ممكن نتصور، ممكن نتخيل المرة الجاية مع الستوري تبعي sometimes بحط هيك أكلات رمضان. أنا من بكل صراحة عندنا ما شاء الله في كل المغرب العربي والمشرق والدول المسلمة في كتير عادات وتقاليد والسفرات ما أجملها وأشكالها، بس أنا من النوع اللي بقول في تبذير كتير يعني بكل صراحة. يعني أنا من النوع يعني هلأ الواحد بي 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 بيطبخ باللي بده إياه عشان يغير وبيعمل كميات صغيرة تخلص، لأنه لو الواحد بيشتري وبيملي الطاولة وبعدين بتروح الزبالة ما استفدنا شيء من رمضان، صح ولا لا؟ يعني المفروض واحد بيحس بال عزيزة. سحوركم عزيزة؟ اي احنا في تونس يختلف في السحور من منطقة الى اخرى. عنا يا سيدي شد عندك، عنا في تونس العاصمة يهيئ يعني طبق اسمه رفيسة. رفيسة حلو. ايش بتكون؟ هذا مكون من ارز مطبوخ بالتمر والزبيب. اوكي. كذلك حاجه اخرى هي المدموجه هي عباره يعني على ورقات من العجين المقلي مفتته ومحشوه يعني بالتمر والسكر. عندنا كذلك في الشمال الغربي، ايش يعمل الشمال الغربي؟ في الشمال الغربي تتحضر العصيده. العصيده هي دقيق وعسل وسمن يعملوا للسحور. نعم. عندنا اهل الجنوب، أهل الجنوب يا سيدي عنا طبق اسمه البركوكش. أيوة. البركوكش. إيش هذا؟ يعتبر طبق مكون من دقيق يدمج مع الخضر. أوكي، فكرت فيه برقوق. أوكي، طلع مش برقوق. برقوق لما نيجي على المغرب يا دكتور جمال. طيب يلا. اللي قصة مع البرقوق. عنا زيدا البسيسة.
البسيسة. نسميها البسيسة في تونس، هي من حبوب القمح والحمص وخليط مع الفول والعدس والحلبة وتنجم نقولوها الدرع زادة. هذا كله على السحور؟ هذه السحور، أما قلتك تختلف من منطقة إلى منطقة في تونس. أوكي أنت تنقلت إلى مناطق صح. وعندنا حاجة أخرى زادة، حاجة اسمها المسفوف. المسفوف. أوكي. وكسكسي مطهو على البخار، تزيد قطع صغيرة من التمر والفواكه المجففة. أوكي. أنتوا بتاكلوا كتير جو فواكه مجففة. إيه. ولا تنجم في عود التمر تحط الرمان. الرمان أوكي. وإلا نحيو الرمان زيد نحط العنب، يعني تختلف فهمتني، كل حد وحسب الذوق نتاعه. جميل. تنوع كبير. تنوع كبير. طيب يعني أهل المغرب العربي بشكل عام بيشتهروا بطبختين مشهورات، الطواجن والكسكس اللي إحنا ببلاد الشام بنسميه مفتول. بس اللحم الحلو، اللحم الحلو كمان. إيش هو؟ اللحم الحلو. اللحم الحلو؟ إيه. من إيش هذا بتكون اللحم الحلو؟ هاي موجود عند الإخوة المغاربة كمان، ما إحنا عندنا اللحم الحلو اللي هو البرقوق. وباللحمة بس الصلصة بتبقى مسكرة بالسكر، وبيجي فيه جوا فواكه، بنزود له التفاح محشي باللوز، بنحط فيه الجاز كمان محشي باللوز، بنحط فيه المشمش يابس كمان والزبيب يابس جوا البرقوق اللي ذات نفسه، يعني بنطبخه باللحم. بس بيكون عادة لو ما كتبت الأخت المغربية خطيرة بتصلحني، هما بيجي ملح شوي، احنا بيجي كله سكر، يعني طبق حلو وطبق موجود 30 يوم على سفرة رمضانية، على سفرة رمضانية. هذا في الجزائر. هيدا في الجزائر. هو الحم الحلو. الحم الحلو. الحم من اللحم. الحم نعم. طيب احنا ما سمعناش المغرب، السحور تبع المغرب. صحيح السحور. السحور تبع المغرب. نعم. في المغرب أول شيء يعني مجرد ما إعلان شهر رمضان بأن الغد غادي يكون فاتح شهر رمضان، نسمعوا المدفع. أول حاجة نسمعوا المدفع اللي كيعلن على حلول شهر رمضان. هذه أول حاجة. من بعد وقت يعني من بعد صلاة العشاء نسمعوا النفار. النفار هو يجيب واحد الآلة نسميوها الغيطة، اللي هي طويلة وتعطي صوت ماشي بحال مزمار، ولكن ما نعرفش نشرح لكم كيف الصوت ديالو، لكن هو يكون طويل، سميته الغيطة، نسميه النفار. اللي يدوز يعني لازم اللي نسمعه نعرفه بأن الغد راه هو نهار ديال رمضان. في الوقت ديال السحور هذا زي المسحرات. نعم. في بلادنا لا، المسحرات غير، لأن أوكي. النفار يكون وقت أذان المغرب، يعني مباشرة قبل من أذان المغرب يكون على التلفزة المغربية، يكون عندنا النفار الحين أذان المغرب، لكن ليلة رمضان يكون يفوت مجرد أنه يعلن على قدوم شهر رمضان. بالنسبة للمسحرات يعني ما بكون موجود إلا في شهر رمضان النفار، ولا موجود طول السنة شهر لكن رمضان. هذه كلها بس شهر رمضان، كلها طقوس خاصة بشهر رمضان. المسحرات يدوز بالطبل، مسحراتي موجود. نعم. لكن يدوز بالطبل قبل الفجر. أوكي. يعني يكون واحد متطوع اللي يدوز بالطبل باش يفيق الناس ينوضوا يتسحروا. قبل كان نفس الشيء، الناس كانوا ينوضوا انهم قبل الفجر يحطوا اكل كامل متكامل، يعني ممكن يكون طاجين، ممكن يكون، لكن اغلبية يعني مثلا المسمن على الصباح. انا نتذكر ان امي كانت تفيق ساعتين قبل الفجر تحضر المعجنات وتحضر الفطائر للسحور، يعني لازم يكون كل شيء طري ماشي موجود قبل. لكن بالنسبه للاكل كيف قالت ليليا، بالنسبه للاكل مثلا كل انواع الاكل اللي ذكرهم سواء ليليا او عزيزه، احنا ما ناخذهمش في الفطور. احنا الفطور عندنا ما فيهش اكل، ما فيهش طبق خاص. احنا كلهم يعني حاجات مختلفه، يمكن يكونوا قطع صغيره من فطائر، معجنات، حلويات،
بيتزا صغيرة حريرة، لكن بعد كين فترة يعني من بعد صلاة التراويح وكل شيء نرجعوا كين العشاء، يعني وقت العشاء عندنا كل وجبة عندها وقتها. طيب مدام بدينا ختيمة، مدام دخلتي على الفطور، أنا في لي قصة في المطعم المغربي. تعرفت على مطعم السنة اللي فاتت وأنا في الرياض، على مطعم مغربي، وشيء عجيب الأكل اللي عندكم، أكل عجيب وخاصة أكلة البرقوق. لحم بالبرقوق. لحم بالبرقوق كانوا عاملينه بشكل عجيب يعني. فا احكي لنا عن الفطور واحكي لنا عن الأكلات هذه الطيبة عندكم في على وقت الفطور. الفطور عندنا الفطور كيف نفطرو؟ نفطرو كيف قلت بمقبلات، كيف حكيت لكم يمكن. لا ختمة. أنا سمعت أهل المغرب العربي يفطروا على حل حلو. أهل المغرب ولا أهل المغرب العربي؟ سؤال. لا فرق ما بين الحلو اللي احنا نفطروا عليه والجزائري يفطروا عليه. الحلو اللي يفطروا عليه الجزائري على حساب أصدقاء جزائريين، ويمكن تصلح لي ليليا، هو هذا اللحم الحلو اللي يديروه. لكن احنا الحلو اللي نفطروا عليه هو شباكية والتمر وبريوات. بريوات مثل البرك لكن محشية لوز ومقلية في الزيت ونطفوها في العسل، يعني تكون كلها معسلة. ناخذ حاجات كثيرة. يا الله بالعسل. ما شاء الله. التوانسة كيف تفطروا انتو؟ تفطروا تمر وحليب ولا؟ احنا بالنسبة لجرت العادة يعني في بالنسبة للتوانسة يعني ناخذوا كما نقولوا تمر ولبن. اوكي. نمشي ونصلي والمغرب، وبعدين نرجعوا نقولوا صحة شريبتكم اللي هي كلمة تاع التوانسة، كما صحة فطوركم. والشريبة يعني هي كما نقولوا كلمة مصدرة من الشوربة. اوكي. من أطباق اللي ناكلوهم في رمضان. بعدين ندخلوا للأكل يعني انت يعني تاع تونس، اللي يبدأ بتبيع بالشوربة اللي هي شوربة شعير ولا شوربة تاع قمح. بعدين البريك اللي هو من أساسيات المائدة التونسية، اللي هو عبارة عن فطائر كبيرة من الحجم تحشى بالدجاج أو باللحم، إضافة إلى البصل والبقدونس والبطاطا، وتقلى في الزيت. تكون هذا اسمه بريق. بريك. 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 موجود هذا في الجزائر ليليا؟ احنا نسميه البوراك. عندنا البوراك اللي هو. الأخت خاتمة، احنا عندنا اللحم الحلو اللي هو اللحم بالبرقوق تبع المغاربة. اللحم الحلو عندنا آخر طبق يتتكل على السفرة، بيقول لك أن السفر بيمسح، يعني زي ما بيكون ديزرت، يعني زي محلي آخر شيء بيمسح فيه الأكل. العادات الجزائرية في أول يوم رمضان تقريبا أي بيت جزائري بتدخله، طبعا بحكم الإمكانيات تبع العائلة، أول يوم أول طبق اللي هو المين ديش بيبقى المثوم. يعني عندنا إحنا كيما التونسيين، إخواننا التونسيين، يدن المؤذن نشربوا الحليب ولا البن ولا الرايب مع التمر، ومعنا نصليو. ولما نرجعوا عندنا الشربة اللي هي تختلف من كل منطقة لمنطقة. وكل صراحة إحنا أماما عندنا في البيت، ربي خليلي ماما عندنا في البيت ما نكره كثير من نفس الشوربه، كانت تعمل تقريبا شوربه من كل منطقه، حتى الحريره المغربيه كانت تعملها لنا. يعني عندك الجاري، عندك شوربه فريك، شوربه فيغنيسال اللي تكون شوربه حمراء، سامتايم تكون شوربه بيضاء بالمعدنوس ولا يعني شوربه الحريره اصلها مغربي. لا هو الاصل بصراحه انا ما راح ادخل في موضوع الاصل، لانه انا بالنسبه لي المغرب العربي الكبير كله نفس الاصل. اوكي اكثر ناس بيشربوها المغاربه بصراحه. انا لما رحت على المغرب المطعم المغربي هذا كانت الحريره شيء اساسي، يعني حتى اللي موجود نفس الشيء. ما شربت حريره معناته انت ما لسه ما اكلت. المغرب يعني الوهران والمضواحي اللي هي جيران المغاربه، بكل صراحه كل اللي الاخت خاتمه تقوله متواجد في منطقه وهران. يعني عندهم الحريره، احنا ما عندهمش الجاري، ما عندهمش شوربه فريك، عندهم الحريره اللي هي اكزاكتلي يعني نفس المذاق تبع الحريره المغربيه.
نفس اللي هو مع الحدود المغربية. أوكي. نعم. إحنا عندنا خمس حاجات ضرورية على السفرة المغربية. في كل بيت غني أو فقير عنده خمس حاجات. الحريرة المغربية حاجة أكيدة. يعني نعم. تفضلي. أخ جمال معايا. أوكي. يعني نفرق الصوم بحليب وتمر. يعني حليب وتمر أو ماء وتمر كيف الناس تحب. يكون عندنا تمر، يكون عندنا بيض مسلوق بالملح والكمون، ويكون عندنا شباكية، ويكون عندنا صفوف أو سلو، ويكون عندنا الحريرة. هادو خمسة الحاجات ضروري ضروري ومؤكد على السفرة المغربية طيلة شهر رمضان كل يوم. بالإضافة لهادو يكون عندنا البغرير مثل القطايف اللي يقولوا لهم قطايف، يكون عندنا المسمن اللي نقولوا له احنا المسمن الرغايف، يكون عندنا كيف يقولوا البوراك، او احنا نديروهم حلو ونديروهم مالح. البوراك كيكونوا على هذا الشكل اللي عندنا احنا نقولوا لهم بريوات. بريوات يكونوا بشكل اللوز ويعني معسلين، يكونوا بالعسل. وعندنا اللي يكونوا محشيين كيف قالت الاخت بالخضر وباللحم او الدجاج، لكن يكونوا دائما دي بتي بوشي، يعني يكونوا قطع صغيره، لان نحبوا نذوقوا من كل شيء وناكلوا من كل حاجه. كل واحد يتشهى طبق يتحط على السفره ونخليه مكان اللي ناكلوا فيه العشاء، اللي هو يكون عندنا الطبق الثاني الرئيسي اللي هو الاكل، يا اما لحم او دجاج. عندنا مناطق على حسب المناطق في المغرب، عندنا مناطق ضروري عندهم سمك على المائدة الإفطار، خصوصا سمك السردين، يعني ضروري ومؤكد يكون على خصوصا المدن الساحلية حسب المناطق. يعني مثلا الشمال لازم يكون عندهم جبن، يعني ما بعرف شو بتسموه انتو، مو لبنة، يعني ما بين اللبنة وما بين الجبن فيتا، بيكون جبن من مالح، يعني ضروري على السفرة يكون على سفرة الإفطار حسب المناطق. جبن أبيض. جبن أبيض إيه. يعني وكل مرأة وشطارتها، يعني وشو بتشتهي لو عفوا لأولادها وهيك بتحضر، يعني مقبلات. الرجل المغربي بيساعد في التحضير ولا لا؟ خلينا كل واحد حقيقي. قبل ما بيساعد. يمكن الجيل الجديد يمكن، بس ابدا. يعني المرأة المغربية في بشهر رمضان بيكون شهر يعني ما في راحة. انا بتذكر انه امي كانت تنام 3 ساعات باليوم فقط، يعني طيلة شهر رمضان. يعني لازم الصبح تقوم تنظف البيت وتقوم باغراضنا كلها، وبعد الظهر تحضر للافطار. يعني كل يوم لازم تطبخ شغلات كثيرة، يعني بزاف بزاف الحاجات اللي خصها توجد. ونحبوا ان تكون حاجة ماشي مشرية من محلات، تكون صنع بيتي. بعد لازم تحضر العشاء، يعني الأكل سفرة العشاء، ولازم تنام. يعني من بعد ما نساليو صلاة التراويح ونساليو عشاء ونساليو، تنام ساعتين وتقوم تحضر السحور. ومن بعد السحور تلموا تغسلوا والصبح كله رمضان. كنا لكن أبي يعني بابا كان يجي يشوف التلفزيون يعني بس. عزيزة يعني انجاز، يعني ما يساعد بشي. عزيزة توانسة كيف رجال التوانسة يساعدون؟ والله أنا بصراحة زوجي ساعدني، مش لا لا مش زوجك، أنا مش عم بحكي على زوجك، خلينا الله يخلي لك إياه، احنا بنحكي بشكل عام جنرال. بشكل عام والله يساعدوا الرجال عام، يساعدوا مش في كل شيء، مثلا في حتى يجيب لك الكاس الماء يحطوا طبق تعتيه باش يحطوه فوق الطاوله، يحط يعني اشياء ظريفه، لكن في مساعده نوعا ما. بصراحه انا 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 لي راي في الموضوع هذا، انا شايف الرجال اذا ساعد هيعمل مشكله. هو يعني الاسلم انه يضلوا بس على التلفزيون احسن، احسن لا يساعد ويخرب الطبخه بعدين. هاي يقول لك الرجل يساعد في التذوق، يساعد في التذوق بلاش يخرب الدنيا. طيب احنا حكينا كثير اطعمه ممكن يساعد، لكن
نرجع للكسكس والطواجن، هدول يعني يمكن أشهر اثنين بالنسبة لنا إحنا أهل بلاد الشام. أكثر إشي بنعرفه، هل في فرق بين، إحنا طبعاً كنا حابين نستضيف أخت أو أخ من ليبيا، لكن صار للأسف الوقت ما أسعفنا. هل يختلف الكسكس بين المغرب والجزائر وتونس أم هو نفسه؟ وهل يختلف الطاجن ولا لا؟ نبدأ بعزيزة. بالنسبة لي نحن التوينسة معروف الكسكسي عنا اللي هو حار. أوكي. يعني بستعمل الهريسة. أوكي، الهريسة الشطة يعني. أوكي. الشطة الحارة. نعم. ويكون الكسكسي مختلف، إحنا عنا كسكسي بالسمك. نعم. كسكسي بالخضار، كسكسي باللحمة، ولا كسكسي بالدجاج. ويكون يعني يزمو يكون حار وأحمر يعني. تعملوا طواجن؟ نعملوا طواجن. الطواجن هي عبارة على أطباق، يعني هي عبارة عن كيك مالح يصنع جبن الرومي، المدريلا، يتزيد له البيض والبهارات، بعض الخضر حسب الذوق وحسب كل عائلة شنو تحب. طبعا أكيد لازم زيت الزيتون عندكم. لازم زيت الزيتون، هو ضروري رسمي في الأكل التونسي. ليليا. ليليا رح تقول إنه أنا على فكرة من كم يوم شاركت بفيديو على بالضبط على موضوع اللي حصل بين المغرب والجزائر ومين أصل الكسكس، والأصل تبع الكسكس أصل الأكلة أمازيغية، وبما إنه الأمازيغيين متواجدين على في كل المغرب العربي، يعني لو تسألني على الكسكس رح أقول لك إن الكسكس أصلاً في الجزائر بيختلف من منطقة لمنطقة. عندنا الكسكس الأحمر، عندنا المسفوف اللي هو بالخضار بيجي ناشف بس بزيت الزيتون، عندنا الكسكس اللي نستعمل اللي ناكله في الأعراس عادة بيكون كسكس أبيض معمول بالقرفة ومش بزيت الزيتون، بيتعمل بالسمن البلدي ولا والزبدة، يعني بتدهن الكسكس بيكون باللفت وبالقرعة، يعني الكوسة عند بالعربي ولا القرع. وعندك كمان تبع المناطق القبائلية بيكون أحمر بكل أنواع الخضار المتواجدة بالبيت. في الكسكس اللي هو بالمرقاز، انتم مش عارفة لو بتعرفوا شو معنى المرقاز، اللي هو زي السجق. الكسكس اسمه كسكس غوايال، وهي الكسكس طلع جديد يعني بكل أنواع اللحمة. أوكي. مثلا بس اللي بكل صراحة الكسكس adaptable، يعني بيتأقلم وبيتغير من منطقة لمنطقة. زي الرز. بالضبط، فيك انت تلاقي نفس النوع في منطقة من مناطق الجزائر مثلا اللي تقرب تونس، لأنه تونس مشهورة بالكسكس بالسمك. يعني أنا ما فكرت إنه عندنا إحنا كسكس بالجزائر بالسمك، بس لما كنت بعمل الريسيرش لقيت إن في مناطق بالجزائر بيعملوا الكسكس بالسمك كمان. في منطقة وبنين ايش رايك؟ عندنا كذلك انا متفقه مع ليليا في اللي قالت بالنسبه لاختلاف المناطق في الكسكس. كذلك ما كندخلش في نقاش ديال، انا لست باحثه تاريخيه باش نقدر نحدد اصل الكسكس. الكسكس المغربي، الكسكس الجزائري، الكسكس التونسي، انا بالنسبه لي كيف نقول الكسكس المراكشي، الكسكس الشمالي، الكسكس، يعني بالنسبه لي كنسميه على حسب المنطقه النوع ديال الكسكس اللي كيديروا او لا، يعني الطريقه كيف كيتعمل الكسكس، بغض يعني النظر يعني انا كنعتبر منطقه المغرب العربي كلها وحده بالنسبه لي انا، يعني تقسمات على حسب اكثر لكن كلها وحده. يعني هذا الكسكس الاصل ديالو كيف منجا، الكسكس هو الأكلة اللي كانت أسهل أكلة ممكن يحضروها الناس الأمازيغ كيف قالت ليليا، خصوصا أن في البادية كيكون عندهم قمح، كيكون عندهم خضر اللي هي من يعني من الأراضي من البستان ديالهم. أنا شخصيا نمشي عند عمتي في الأرياف، أول حاجة تفكر تعملها لي هي الكسكس، يعني لا. ليش؟ لان عندها قمح بسرعه هي تفتلو تقادو بيدها، وعندها خضار دغيا يعني
يعني بالزربة دغيا يكون واجد الكسكس وحطيت لينا نتغداو أطيب أكلة. بحكم المناطق كاين مناطق اللي ديروا بالسمك، كاين مناطق اللي ديروا بالدجاج، كاين مناطق اللي ديروا باللحم، كل منطقة وكيف ديروا على حسب شنو متوفر عندها. الكسكس الميزة اللي فيه أنك تستعمل مواد المتوفرة عندك. الكسكس المغربي كيكون باللحم وبسبع خضر، لازم ضروري سبع خضر إلا كان كسكس بالخضرة. عندنا كسكس بالتفاية اللي هو يكون بصل بالقرفة وبالزبيب، يكون مع لحم، هذا ضروري يكون مع لحم. ممكن يكون بدجاج وبخضر، ممكن أنه يكون بسمك. نعرف ناس مثلا من منطقة ديال الغرب في القنيطرة أو لف أسفي أو كيديروا كسكس بالسمك، يعني تنوع. كذلك في رأس السنة الأمازيغية ضروري أكلة الكسكس كتكون مزوقة، يعني يشكلوها تزيين، كيكون بيض وكيكون بمكسرات ويكون حتى بحلويات. يعني بالنسبة للكسكس احنا عندنا في المغرب حاجة ضرورية في كل بيت يوم الجمعة. أوكي؟ يعني يوم الجمعة يعني زي المنسف في الأردن، أي حي أي زنقة زي المنسف. نعم يعني أنا بأي منطقة سواء بدي أحكي جوة. شغلة اللي أثبتونا إياه إنه الفرق مش بين الدول، هو الفرق بين المناطق. يعني الساحلية بزيدوا السمك، الصحراوية بزيدوا مثلا. نعم. يعني. أوكي. نعم. تماماً. طيب ممتاز. تماماً. لأن حتى ولو الدول ولو الدول كيف قالت ليليا، نجيو المنطقة ديال مثلا نمشيو الوهران مع وجدة، نلقاو الوجدي المغربي قريب من الوهراني الجزائري أكثر منه بالمراكشي أو بالصحراوي أو بالرباطي، نلقاوه أقرب لي بحكم تقارب في المنطقة. نعم. يعني على حسب المناطق كاين تغيير. خطيمة إيش 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 الصلة بين يعني المغرب والمفتول نط أو الكسكس نط عندنا على فلسطين؟ يعني يعني ما مصر مثلا ما بيعملوه، فايش اللي جابوا لنا على هل هو ما بعرف، بس انا راح اقول لك علاقة وطيدة بالمغرب وفلسطين، علاقة وطيدة من زمان، وهذا السبب اللي كنلقاو كاينين يعني اوقاف مغربية في فلسطين بحكم الحجاج المغاربة اللي كانوا يروحوا يزوروا المسجد الأقصى ويحجوا في القدس، من بعد يكملوا طريقهم الكعبة يعني المكة. ثم كانوا أوقاف مغربية، ولهذا كاين باب المغاربة وكاين الحي المغربي وكاين يعني بزاف حاجات كاينة في في في, في فلسطين اللي كتبين على أن المغاربة كانوا متواجدين واحد الوقت أو كانوا عندهم صلة بهذه. ممكن أن هذا الرحلات هذه بحكم ان المغاربه وين ما مشاو راه يطيبوا الكسكسو، فين ما مشاو خاصنا نديروا الكسكسو. يعني في المسجد الاقصى معروف باب يعني باب المغاربه مشهور اللي هو باب المغاربه في المسجد الاقصى، وهذا له قصه يعني للتسميه من تواجد المغاربه والوفود اللي كانت تيجي من المغرب العربي وهذا الكلام كله. نعم. طيب احنا انهينا السحور والفطور، لكن باقي عندنا نعم الشباب بقول لك احنا مفطرين قبل شوي بس جوعنا من كتر ما سمعنا اكل، ويعني الصراحه من حقهم انه يجوعوا. يعني بدي احكي لهم تعليقكم اصاب الوجع. نعم. تعليقكم على الوجع. انا بدي احكي طيب عشان نعمل يعني تخفيف عن على اعصاب الشباب. طيب اليوم الزيارات، اول يوم الزيارات كيف بتكون؟ زيارات الاقارب، احنا بنعرف مثلا عندنا يعني الايام الاولى بكون في زيارات للاقارب، زيارات للاسره الصغيره، الاب مع بناته المتزوجات مع نسائبه مع اولاده بيتجمعوا في بيت العائلة مثلاً. هل هذا موجود؟ هل موجود هذا النوع من الزيارات؟ يعني مثلاً نبدأ هالمرة في ليليا بالجزائر. زي ما قلت من قبل التحضير أصلاً اللي هو الشعبانيات بيكون إنه بنتلم في بيت أكثر واحد من العيلة. طبعاً الكابلز الناس متجوزين
بيقسموا تقريبا رمضان الويكند هذا بنروح ناكل عند اهل الزوج، الويكند اللي بيجي بناكل في عند اهل لا بنتاكل العزومات الشهر كله، يعني اهل الزوج اهل الام بعدين المراه سوري الزوجه وبعدين ساعات احنا اللي بنعزم اعزم حماتي مثلا لما كان عندي حمات دلوقتي الله يمسيها بالخير. نفس الشيء يعني في تبادل في بقول لك انه اول يوم عاده بيكون في العيله في الاكبر العيله بيكون اكثر شيء، يعني انا اخواتي كله بنتقابل عند اهلي. ولحد هلا يعني ما بكذب عليكم يعني حتى لو انا ساكنه بمنطقه مختلفه اول يوم وكورونا فيروس وهلا انا بصبح حالي، بس لو ابويا وامي كانوا قاعدين في اخر الطاوله انا رحت افطر معهم اول يوم بكل صراحه، رحت على مونتريال ورحت افطر معهم. كثير شيء مهم جدا انه اول يوم رمضان بتكون لما ما إلها شكل ويعني ما إلها آخر، يعني بتبقى عن جد كتير كتير مهم. ولا أولادي كمان إنه بعلم الأولاد إنه أول يوم رمضان كتير مهم، والسهرة والسحور وهي شغلات كلها كتير كتير مهمة إن نخليها ونزرعها في أولادنا هون وإحنا في الغربة. طيب عزيزة، شهر رمضان معروف في تونس بشهر اللمات العائلية وشهر تجديد صلة الرحم، يعني العائلات فيه تزاور ما بيناتهم، فيه مناسبات كثيرة تصير في رمضان كما مثلا جبال الموسم شنو كهدية، يعني الرجل لما يخطب امرأة تونسية يستغل شهر رمضان يعني المعظم باش يهزلها هدية عربون للمحبة وتجديد صلة الرحم كذلك إذا كانوا أقارب، وفيه كذلك مناسبات أخرى زي الطهور الأولاد في شهر رمضان تحديدا ليلة 27. اوكي دونك يعني رمضان يعني مناسبة كبيرة لتجديد صلة الرحم وتواطد العائلات في مع بعضها وللتزاور ونهار يجيو كما نقولوا تونسي شقوا فطرهم عنا، نهار نمشيو عند الأصدقاء بما ان احنا في كندا هنا يعني متغربين عن الأصدقاء هم العائلة. دونك رمضان هو شهر التزاور والزيارة. ختمة ختمة، احنا في شهر رمضان اليوم الاول وحنا كذلك ما كاينش اختلاف، في اول يوم كنحبوا اننا نجمعوا كعائلة ونفطروا في دار وحدة، لكن تبادل الزيارات ما كيقتصرش فقط على الاهل، يعني بحال كنديروا بحال دار كل مره كنفطروا في دار، يعني اليوم عند اختي غدا عند خويا بعدو عند خالتي عمتي، يعني هكذا اذا كانوا الاهل ساكنين في نفس المنطقه. لكن كذلك حتى الاصدقاء، يعني كتكون فرصه في رمضان ممكن ان يفوت شهر رمضان كله ما يكونش يوم انك تفطر فيه وحدك مع اولادك، لكن بالنسبه للاهل وخصوصا ملي يكونوا الوالدين عايشين كل إخوة كيتجمعوا كيتلموا في نفس الدار ديال الأهل في يوم الأول في رمضان، ليلة النصف من رمضان، ليلة القدر كذلك، وخلاص يوم العيد. يعني كذلك عندنا نفس الطقوس أن العروس اللي تكون يالله مخطوبة تجي لها هدية، تجي زيارة من العريس والهدية كذلك، اللي كتكون احنا نسميوها تفقيدة أو تفكيرة الكادو ديالها اللي كيجي لها في رمضان، كذلك البنت او الولد اللي كيكون اول سنه غادي يصوم فيها، يعني شهر ديال رمضان الاول صيام عنده طقوس خاصه، فكنستغلوا هذا النهار الاول اللي كنديروا ليهم هاد الطقوس. بالنسبه للاطفال اللي مازال ما وصلوش لسن البلوغ باش يكون ملزمين بشهر رمضان، كنفضلوا اننا نخليهم يجربوا حتى هما الصيام ويتعلموا يصوموا. كنفضلوا الاكثر هي انه يكون ليله القدر، ليلة 27 هي بالنسبة لنا احنا ليلة القدر، الوقت اللي يديروه كيكون طقوس خاصة باش كنفرحوا بهم ونشجعوهم على الصيام وعلى الصبر على النهار ديال الصيام وهكذا. لكن من غير الزيارات وتبادل الزيارات كيكون حتى تبادل الوجبات بيناتنا، يعني كيف قلت بالنسبة للجيران ما يمكنش يدوز اليوم من غير ما اننا
نعطيو لهذه الجاره الذوق شنو صوبت وهذا الجاره. كذلك دائما يكونوا، انا نتذكر وانا صغيره كنا دائما نقعدوا عند باب البيت، يعني الكبار حاطين سفره الفطور يفطروا، لكن احنا صغار نقعدوا عند الباب، نجلسوا في الباب اننا ننتظروا عابر سبيل او واحد اللي أدن المغرب وهو مازال ما لحقش دوره او ما عندوش مكان فين نفرحوا ندخلوا نجريوا ناخذوا البلاطو، لان يكون بلاطو تكون ثانيه جاهزه من كل شيء اللي كان من فوق. انا عابر سبيل باش نخرجوا لهذا انا عابر سبيل حاجيك على أورلينز. مرحبا سنة الجاية فاطمة. أنت محضرانا سفرة صحيح؟ بدناش نضيعها. إيه أنا قدامي سفرة. بتحبي تورجينا إياها؟ إيه بكل فرح فرجيكم بالكاميرا زي ما بتحبي. يعني فقط ما بعرف بالكاميرا بتشوفوا شيء؟ أنا محضر الصورة، إذا بتحب تحكي عنها أوضح يمكن. إذا في صورة يكون أحسن. إيه. هاي هي. بالكاميرا وفرجيني الصورة. إيه هاي هي. هاي هي بس أنا بفرجيكم كل شغلة لحالة كمان، يعني راح خلي كمان على السفرة. يعني أوكي. هون شوربة الحريرة اللي حكيت لكم عنها. يعني. نعم. شوربة الحريرة بحب فرجيكم إياها يعني عن قرب، بتكون يعني ما بعرف بتشوفوا إذا كان يبين. أنا حكبر يعني واضحة ذكرتينا يعني بتكون الحريرة بتكون فيها خليط من الحبوب، يعني عدس وحمص كرافس قزبرة، يعني في شغلات كتير بالنسبة للحريرة مغذية كتير. هون بيكون مثل ما حكيت لكم، يعني كيف ما كلمتكم قبل، يكونوا دي بتي بوشي، يعني ما نعملوش قطع كبيرة. يعني مثلا هاي مثل الورقة اللي تكلمت عنها عزيزة، تقريبا تشبه الفيلو لكن هي ماشي فيلو. يعني ورقة البسطيلة، احنا نقولوا لها ورقة البسطيلة، نصنعوا ان نعملوها في البيت دابا، لكن في المغرب كنا نشريوها. هذه مجرد خليط من الخضر والكفته والاجبان. كذلك نحطوا مثلا ضروري يكونوا قطع مثلا بيتزا، نحاولوا نعملوا مثلا اصناف من المعجنات بيتزا مثلا، يكون عندنا مثلا مثل هون يعني فطاير بالجبن وهيك اللي تنعمل ب بيكون اكيد كيف ما حكيت لكم بيض مسلوق، ضروري بيض مسلوق بس مع شو؟ مع كمون، لازم مع الكمون، احنا ناخده مع كمون. في شباكية مثل ما أرجيتكم شباكية. نعم. إيه. في مثل عندكم قطايف، أنتوا بتسموها قطايف. نعم. إحنا بنسميها بغرير. إيه. بغرير إحنا بنعمله مع زبدة وعسل. أوكي. زبدة وعسل. عندنا صفوف اللي فرجيتكم، يكون صفوف هذا بناخده مع حليب أو مع شاي. هذا المسمن ما بظن أنه كمان بالجزائر بيعملوا اسمه المسمن، المسمن صح بالجزائر كمان. بنحط كمان هاي بالسميد، بنسميها حرشة، كمان بناخدها مع جبن أو مع زبدة وعسل كمان، بس أكثر شيء بنحبها مع جبن. بنحط مثلا بريوش، دي بريوش يعني بيكون
ما بعرف شو بسميها هاي بالعربي، بس احنا بنسميها بيوش. بيوش بيكون اكيد في حليب اول شيء بناخده مع التمر، يعني الحليب، وبيكون منسم بمية زهر، ضروري يكون في مية زهر. في السمك كيف ما حكيت لكم انه في مناطق بتاخذ سمك، يعني انا حطيت لكم كمان سمك، لا تعرفوا انه بيكون في كمان سمك. وفي كذلك بنحط مثلا فواكه، هاي يعني شغلك على حسب كل واحد شو بيحب، بنحط فواكه. يعني بيكون في فواكه للصيام طبعا، يعني هذا هذا كل واحد شو بيحب يعني يحط بالسفره، لكن ضروري انا حكيت لكم عنه. هذا هذا الفاتحه، هذا الفاتحه تبعتكم يا هذه البدايه، هذا الفاتحه يعني مقدمه من الخاتمه. حلو. الفاتحه بتكون فطار وبيجي العشاء. العشاء بيكون طاجين، يعني طاجين بنحاول اكثر شيء ما يكون فيه كتير دهون، يكون طاجين يعني خضر. طاجين بالنسبه للمغاربه او المغرب العربي، بالنسبه لينا احنا والجزائريين نعملوه بخضار، يعني الاسم طاجين مو الاكله، يعني الظرف اللي نحط فيه او نطبخ فيه هذا الاكل الوعاء اسمه طاجين. نعم الوعاء نطبخ طاجين اسمه طاجين، بعكس ما احنا تونسيين طاجين هو اكله اخرى. من حاجه اخرى. ترى خاتمة الأخت اعتدال بتقول لك خلاص عرفنا إمتى نزورك على السحور مش على الفطور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بدون دعوة، يعني كل اللي يعرفوني يعرفوا إنه أهلا وسهلا بأي وقت. بيتك عامر دائما. اللحم اللحم هل تستخدم لحم البقر أم بس لحم الخروف من اللحوم الحمراء؟ لحم الخروف هو ألد اللحوم، يعني نعم. بنعشقه، لكن صحيا يعني ماشي مفيد ان ياكله الانسان اكثر، خصوصا بشهر رمضان. احنا كيف قالت ليليا، انا كذلك نشوف بان شهر رمضان اكثر شهر فقد معناه عندنا في منطقتنا بكميه الاكل اللي نحطه واللي نجهزه. يعني في الغالب المعده اللي تكون يعني المفروض أن يكون عندها شهر ترتاح فيه الجهاز الهضمي والمعدة، لكن إحنا نرتاح كل اليوم ونحب نعوض بعد الإفطار، يعني نحشي معدتنا بكمية. يعني أنا اليوم حاولت أني أحط أطباق كثيرة بس لأنه نبغي نعطيكم فكرة، لأن في المغرب كل طاولة مثل طاولتي أو أحسن أو أكثر، لكن بالنسبة إلي أنا هنا مع أولادي وليت نحاول نخفف ندير حاجة صحية أكثر. لكن بالنسبة للأكل في العشاء يكون فاصلة ما بين الفطور وما بين العشاء، يعني من بعد الصلاة ومن بعد التراويح ساعة 12 ساعة مثلا واحدة، هذا في الوقت ممكن أننا نأكل العشاء، من بعد اللي بغي يكمل السهرة حتى الفجر كيكملها، اللي بغي ينعس كينعس. الوقت ديال السحور تاني كين أكل تاني ديال السحور اللي هو خاص، إنما إحنا في المهجر الآن وبحكم الوقت اللي عندنا ضيق ما بقيناش نديرو هكذا، ولينا ناكلو في الإفطار حتى الإفطار ديال اليوم التالي. يعني السحور مجرد تمر صفوف حاجة مغذية مقوية، فواكه حاجة هكذا لا غير، يعني في السحور. عزيزة كيف عندكم؟ لكن أكيد إلا جيتو كاع الأطباق، إلا جيتو مرحبا ندير لكم كاع اللي تبغيو. تسلم تسلم. كل ما تحبوا. بالنسبة لي نحن في رمضان نعتمد أكثر على الأكل اللحم الخروف، لأنه يعني ألذ ويكون كما نقول إحنا بالتونسي مشتهي، دونك نخير يعني يكون الأطباق يعني لحم الخروف أكثر من لحم البقر أو الدجاج، بس بحد بالطبيعة ما كثرش منه، لكن إحنا مش صحي 100% رمضان. إيه مش صحي. إيه مش صحي، مش صحيح كثير لانه فاتي نادر يعني. ليليا احنا بكل صراحه المطبخ الجزائري مطبخ يعني
عنده كان احنا انتوا عارفين انه احنا كنا كان عندنا احتلال عثماني كبير وبعدين احتلال فرنسي. يعني المطبخ الجزائري مطبخ متفتح جدا، يعني بنجرب اكلات مختلفه، يعني في طبخات كتير فرنسيه موجوده في المطبخ الجزائري، في طبخات كمان مشتقة من الحكم العثماني كذلك. أنا بكل صراحة أنا زي ما قلت لكم أول يوم في رمضان تقريبا كل بيت جزائري عنده المثوم. المثوم عبارة عن لحم صلصة بيضة يعني خفيف جدا، الطبق كتير جدا خفيف، بنحط فيه شوية حمص، وهو عبارة عن لحمة مفرومة، كريات تبع لحمة مفرومة تبقى محشية، يبقى موجود فيها لوز مرحي، في اللي بيعملوها بالرز، بيبقى توابلها كتير. احتمال الفرق اللي راح اقول بيننا وبين المغاربة في الطواجن الجزائرية انه احنا بنستعمل التوابل اقل من المغاربة، اخواننا المغاربة. يعني الاكل تبعنا بيجي كتير خفيف وما بنطبخ كتير بالمي. تقريبا شغلة من الشغلات اللي انا شفتها لما شفت الاكلات مثلا الشرق، فرق بين الأكلات الشرقية بيستعملوا كتير المي لما بيطبخوا اللحمة، احنا تقريبا الطبخ بيبقى تجمير وتحمير باللحمة والخضار، الخضار هي اللي راح تطلع اللحمة اللي بنطبخها في الأكل. يعني كل شيء بيطبخ هيك لوحده بيتجمر وبيتحمر غالبا. هيدا موضوع وكنت حابة نزيد شغلة كتير كتير مهمة، ومش عارفة انه انا راح اتعاتب من الجزائريين لانه نسيت احكي على القلب اللوز. انا ما بعرف لو وصلنا للسهره ولا لا، لانه اول ما نخلص الاكل او المنقوم على السفره كله بيروح على المطبخ ينظف وهيك وهيك، وحده خاصه بتطبخ لتيب النعناع، احنا نقول له نسميه لتيب النعناع اللي معروف في العالم كله بالشاي المغربي. احنا نتشاطر كمان هاي الشاي الاخضر بالنعناع كمان بنعمله عندنا في الجزائر، في اللي بيحطوا له قرنفل جوا، في اللي بيحطوا له ما زهر جوا بيتسكر في طرق معينه، في بيكون الكونسيستنسي تبعه بيكون كتير كونسيستنت. في الصحراء مثلا تاخذ هيك شقفه بس من الشاي المغربي بالنعناع ما راح تنام اكيد، يعني في اللي بيخففوا كمان شوي. الطاولة تبع السهرة، يعني عندنا الطاولة تبع الإفطار وعندنا الطاولة تبع السهرة اللي تكون واجدة قبل الإفطار كمان، تكون دائما موجودة وجاهزة، وبعدين عندنا الطاولة اللي تتحضر للسحور. أوكي سو الطاولة تبع أنا بالنسبة لي شخصيا بما إنه بحب كتير الحلو، يعني الطاولة هيدي فيها القريوش اللي هو تقريبا الشباكية المغربية، عندنا نفس الفيرجن تبعها بس من غير سبايسز كمان، تبقى كتير خفيفة لونها كتير فاتح، بس تقريبا نفس العجين، تقريبا نفس القلي، وبعدين بنعسلوه بنحط عليه الجلجلان من فوق اللي هو السمسم بنسموه الجلجلان. عندنا كمان البغرير اللي هو عندنا المسمن، عندنا الأمازيغ ولا القبائل من جي أنا في شغلة اسمها المحكوكة، عبارة عن مقروط هيك بيتقلى وبيتحط عليه سكر من فوق. في قلب اللوز اللي هو زي ما بنقول يعني ما في رمضان من غير قلب اللوز، زي عند الجزائريين ما في رمضان من غير قلب اللوز والزلابية، اللي هي في زلابية اللي هي شبه الزلابية اللي انتوا عندكم كمان، اللي هي اصلا تركي لو ماني غلطانة، وفي زلابية بوفاريك اللي هي نوع ثاني من الزلابية بس بيكون أخشين شوي، وبوفاريك منطقة من مناطق الجزائر بتعمل زلابية مخصوصة، يعني معروفة هاي المنطقة بموضوع زلابية. يعني عندنا قلب اللوز، عندنا زلابية اللي شيء يعني، والصامصة اللي شبه الشباك، مش الشبكية، شبه البريوات هذيك اللي هم اللي عند المغاربة، احنا بنسموها الصامصة، بتبقى كمان خفيفة نفس البيس بس خفيفة. وما في سفرة رمضان في اي بيت جزائري من غير حمود بوعلام. انا ما بعرف لو بتعرفوا شو حمود بوعلام. حمود بوعلام يعتبر درينك، يعني هو سوفت درينك،
أوكي. ما في جزائري يعني ممكن أقول لك إنه مستحيل مستحيل. في ناس تقول لك أنا ما راح صوم، استغفر الله، ما راح صوم لو ما في حمود بوعلام بالطاولة. هو سوفت درينك كثير بيختلف على أي أنواع سوفت درينكس اللي موجودة. أوكي. يعني هايدي تقريبا مائدة الصحة. أنا فكرت مطرب، مطرب على بيطلع بينشد مثلا، ولا بينشد أناشيد دينية، ولا على آخر رمضان أو على أول رمضان، أو بيستهل رمضان. طلع درينك، طلع درينك. هو درينك غازي فيه كومبينيشن تبع زيوت essential oils، يعني زيوت طبيعية ونكهات طبيعية، والاختلاط تبع هاي الزيوت والنكهات الطبيعية بتعطي الدوي موجود في حمود الأبيض. موجود هذا في أماكن الثانية، موجود في تونس. بالنسبة لتونس يعني هناك أول حاجة نبدأ بها معروفة بها توينسا، يقول لك من تنكمل يعني الشقان الفطر لازم قهوة عربي. قهوة عربي، قهوة عربي مع الزهر، ماء الزهر. أوكي. بعدين عنا لازم الحلويات، هي عنا زليبيا والمخارق، وهما عبارة عن مشتقات من القمح والعسل والجلجلان، هي السمسم على شكل قطع مستديرة مشبكة مستطيلة. هي في الأصل من الشمال الغربي في تونس. عنا كذلك المقروض، هو عبارة عن زي مربعات هكاية بالسميد والتمر، هي تقلى في الزيت، توضع الآن يضعوها في الفور يعني في الفرن. نعم. لتطهى. عنا زيت الصبصة، هي عبارة عن أوراق عجين بتثنى على شكل مثلثات، فيها جلجلان، إما تكون بالجلجلان مطحون مع ماء الورد، وإلا مع المكسرات مع ماء الورد، وتكون بتقلى في الزيت. وأول مهلبية أو المحلبية عبارة عن رز بيطبخ جيدا، بعدين بيطحن وتزيد الحليب والسكر، بتكون يعني تعطى في السحور زي ده كده. فاطمة، شو المشروبات المشهورة في رمضان عندكم؟ والحلويات في رمضان يعني يكون مختلف العصائر، لكن أكيد الشاي المغربي حاضر في كل وقت. كذلك الناس اللي يشربوا القهوة، أول شيء يحطوا القهوة على السفرة، لأن طول اليوم ما شربوش القهوة ضروري يبدأوا بها. إنما غير ذلك يتفننون في العصائر، ما كاينش عصير يعني خاص اللي كنديرو، لكن مختلف العصائر يعني كل واحد شنو يتشهى يدير. تشربوا شيء اسمه عرق سوس؟ عرق سوس تعرفوه؟ لا لا. تمر هندي؟ تمر هندي كاين موجود، لكن انا شربته في جامع الفنا في مراكش، يعني طريقة تقليدية، شي حاجة كانت قديمة. لان الوقت اللي نتكلموا على جامع الفنا نتكلموا على كل ما هو تقليدي وكل ما هو تراثي، لكن في البيوت المغربية شراب عرق سوس لا ما كاينش. طيب احنا طبعا في رمضان عم نعمل الان العادات الرمضانية في بلاد الوطن العربي، زي ما حكينا عملنا في كل الدول العربية. الحلقات الجاي بعد رمضان حنحكي عن اللهجات العربية، فهذا تاسك لإلكو كلكو عشان كل واحدة تحضر لنا حلقة عن اللهجات، اللهجة في دولتها، حتى إذا في فرق بين الشمال والجنوب. بدنا نعمل 24 حلقة عن كل الدول العربية بشكل عام، وإن شاء الله نقدر نغطي كل الجميع. الآن إحنا دابا توحدة فينا ما كانت كتتكلم باللهجة ديالها، لا أنا تكلمت مغربي 100%، لا ليليا تكلمت مغربي 100%، لا حتى عزيزة. يعني نحاول نقرب اللهجة، لأن الهدف هو التواصل مع الجالية العربية ككل، ونحبوا أن توصلهم المعلومة القريب. وهذا كمان اللي بتحكيه ختيمة بيأكد أنه المرأة هي أذكى المخلوقات في التواصل. شكراً. المرأة أذكى المخلوقات في التواصل،
تعرف كيف تتواصل، تعرف كيف تقرب اللهجة للآخرين، وبتعرف كيف تعطي المعنى بالشكل الأسلس والأبسط. طبعا نشكركم على هذا التبسيط، وإن شاء الله الحلقة اللي بيحكي عنها دكتور جمال حلقة اللهجات حنتكلم عن اللهجات برضو بتبسيط، لكن حنتكلم عنها بحقيقتها ونفهم معناها ونفهم معنى الكلام. ممكن كمان إذا حدا شاطر في اللهجات يطلع لنا كيف تم اشتقاقها من اللغة العربية الفصيحة أو من الأمازيغية. بكل صراحة يعني هيدا مجال خطر جدا بالنسبة لي، يعني مش ممكن، لأنه حتى إخواننا التونسيين والجزائر معروفين يعني بصراحة ما راح أشتكي من اللهجة، بس أنا ساعات بطلع وبعمل لايفز بالعربي، وعربي تبعي زي ما بتشوفوا هيك، يعني شوية فلسطيني على أردني على عراقي على خليجي على أنتوا شايفين يعني أنواع وأشكال من اللغة العربية، بحيث أني أحاول أفهم المستمع. وطبعاً بيجيني هجوم مضاد ويميني وشمالي، أنت بتتكسفي باللغة الجزائرية يا عمي، الأودينس الناس اللي بتسمعني ما في بس جزائريين، ما بدي أوصل المسج بس للجزائري، لأنه ما في حدا عن جد بيفهم اللهجة الجزائرية غير الجزائري ولا اللي تعلم الجزائرية، لأنه في كلمات. أنا بعرف ليليا إجت هون صغيرة السن، صح، وحافظت على لغتها العربية. يعني الناس اللي يمكن ما بتعرف ليليا، يمكن خطيمة وعزيزة إجوا كبار يعني درسوا أو عاشوا اللغة في بلدها، لكن ليليا جاءت صغيرة جدا في قبل المدرسة وجاءت هنا وبدأت، وأنا بحكي برافو ليليا إنك حافظت على اللغة العربية اللي كلنا نفتخر فيك كأخت وصديقة وضيفة علينا اليوم. الله يخليك. بالعكس، وبحكي لكم كمان مش بس ليليا حافظت على اللغة، حتى أولاد ليليا أنا بعرفهم شخصيا بيحكوا اللغة الجزائر اللهجة الجزائرية واللغة العربية بطلاقة. ف يعني أبوها وأمها أحسنوا تربيتها وهي أحسن التربية أبنائها، الله يخلي لك إياهم يا رب. عراس يعني عن جد شكراً كتير يعني مبسوط. Thank you والله شكراً. وإحنا طبعاً بنشكركم على التبسيط اللهجة، وهذا إنجاز، لأنه بنعرف إنه لما حد بده يبسط اللهجة تبعه بيكون بيعاني لحد ما يوصلها للجميع، فإحنا بنشكركم. ومع ذلك نكهة المغرب العربي موجودة، لأنه في تون بيطلع، في تون، في موسيقى للغة. وبالمناسبة هذا الكلام لو بدنا نحكي فيه، في له بحث كبير جدا اللي هو موسيقى اللهجة وموسيقى اللغة. إحنا الحمد لله في بلادنا العربية نمتاز بموسيقى اللغة، لأنه أصلا اللغة العربية الفصيحة في إلها موسيقى، حتى القرآن الكريم لغته في إلها موسيقى. في بعض الآيات بتشوف الموسيقى تبعها موسيقى محزنة، وبعضها بتشوف الموسيقى تبعها موسيقى مفرحة حسب الكلمات وحسب الإيقاع تبعها. أنا طيب. اسمح لي دكتور جمال بدنا نوقف شوي عن الأكل، يعني الجمهور أضخم من الأكل، فحنروح على تونس ونسأل عن ما بعد الأكل. يعني أكلنا أفطرنا، الآن التراويح وصلاة التراويح بتكون بعد الأكل ولا قبل الأكل؟ بطبيعة صلاة التراويح بعد الأكل، يعني وبعدين في سهر. احكي لنا عن الليل من بعد الإفطار، من بعد جو كبير في تونس، التراويح والسهر شاهدونا بشرف في تونس. ما احنا يعني احنا 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 دخلنا في 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 المود هذا 4 مرات يعني. في شرائح كبيرة، يعني كل حد والكيف نتيعه وكيفاش يحب يعدي الوقت نتيعه بعد الإفطار. في يعني جملة من الناس بيروحوا على المساجد، يعني بيصليوا التراويح ويقعدوا يتعبدوا في المساجد. في أنواع أخرى يعني بفضلوا كما يقولوا يخرجوا برا على الأسواق، خاطر تحفل الأسواق كثير في رمضان، خاصة في النصف الثاني من رمضان بتبيع يحضروا العيد الفطر. في ناس بتروح على المقاهي، في كثير من المقاهي يعني مفتوحة فيها معزوفات، يعني بيقعدوا بيشربوا قهوة شاي، هناك الشيشة التونسية زادة
في ناس بتروح على المسارح على دور السينما، يعني بتختلف لما يكون الطقس سخن جدا، بنروح على شواطئ البحر تلقى يعني ناس عائلات عائلات يعني زي البيكنيك هنا في كندا، بيجلسوا مع بعضهم وبيسهروا على حرف على شط الرمال وبيعديوا السهرية تاع رمضان. دونك يعني بتختلف الأذواق حسب كل عائلة كيفاش تحب تعدي بقية السهرية يعني. نعم يا انا احنا عندنا شيء كثير جميل 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 جدا، وهيدي ذكريات من وانا صغيره في رمضان. في شيء اسمه البقالات، عندنا الستات بنتجمع هيك، الستات كلها بتقعد بالقعده يعني اللي هي بعد الافطار والشاي والقهوه وهيك، البنات كلها والستات كلها بتتجمع في هاي المكان. وزمان زمان، هلا بحكي لكم اللي هي الاولد فيرجن اللي هي الفيرجن القديمه، انه كانت كل ست وكل بنت بتحط سواء الخاتم تبعها ولا الاسوره تبعها والحلق ولا اي جولري يعني اي جواهر اي جواهر من جواهرها، بتحطها في بقالة، هيك بقالة معناها ممكن يكون وعاء، أوكي، وعاء بيحطوا كل الجواهر تبعهم. والستات زمان كانوا حافظين البقالات. البقالات عبارة يعني زي ما أقولك شيء مش متواجد في البلدان الثانية، يعني عبارة عن كلام زي ما تقول بين الشعر بين البريدكشن يعني تنويه ولا مش أقول كيف بدي أقول الكلمة هذه يعني مش prediction يعني بس ما تقول يا حلوة يلي طالعة على الواد نغم راح تلاقي something yeah يعني شيء يعني تنبؤات هيك يعني بس وهي بتقول البقالة إن اسمها بقالة يعني كتير كتير جميلين. المرة الجاية يعني راح أحاول، كان مفروض بجهز هذا البقالة هيك أحكي لكم إياهم يعني أقول لكم إياه من جمالهم كتير حلوين. وراح تاخد وهي بتقول البقالة راح تحط إيدها جوا البقالة وبتطلع خاتم فلانة ولا راح تطلع حلق فلانة ولا، ويبقى التنبؤ كأنه عليها، هو مش تنبؤ بس مثلا راح يجي لها عريس، راح تلاقي شغلانه جديد مثلا يعني هيك تقريبا كله شغلات بوزيتيف. هلا هيدي كان زمان كانوا بيحطوا الحلق وهيك، دلوقتي احنا كمان هلا لسه بنعملها مع اهلي. هلا البقالات بقوا مكتوبين على ورق وبينباعوا، مكتوبين في ورق وملفوفين هيك صغيرين ومربوطين هيك بشغله، واللي بتقرا البقاله بتحط بتاخذ هيك حتى من شو اسمه من قماش ولا الفستان اللي لابساه، وبتعمل عقدة، وهي بتعمل العقدة بتنوي البقالة على واحدة من الناس اللي قاعدين ولا بنت واحدة فيهم ولا ابن واحدة فيهم ولا زوج واحدة فيهم، وبتقرأ البقالة. يعني هلا أنا عملونا بقالة على الكورونا، عملونا على الكورونا حاجة. يعني أعطيكم مثل على بقالة بتقول خليت قلبي يعاني وصبرت ورقت يدي ورفت يدي للعلالي وقلت يا ربي اللي راح في قلبي اكتبهولي في الدنيا حلالي. شايف يعني في نغم في رايم ات رايم سجع بسموها نعم. سجع نعم. شو اسمه سجع سجع انه نفس سجع. القافيه بتصير نعم نفس القافيه وهيك بيجي خفيف ويعني تنبؤات بوزيتيف يعني نعم. هيدي في موضوع السهره. وما رح أكذب عليك كمان ساعات بنتلم الرجال والنساء كمان، وتقريبا في رمضان بيكون في تنافس مثلا على قراءة القرآن يعني مين وصل لأي سورة، بيكون في تنافس كمان على الأعمال الخيرية يعني بنحاول على قد ما نقدر نعمل مائدات رمضانية يعني حتى لو ما بنعملها بالبيت بس نساهم نعمل مائدات رمضانية في الحي
للناس اللي ما عندها كتير يعني بيروحوا بيفطروا في رمضان، بيكون تقريبا الجلسات الحديث على يعني شغلات دينية أكثر يعني يعني بنحاول يا بيكون في تنافس هيك بين في العيلة في بين الأصدقاء. أنا كنت من المحظوظين جدا هنا بكندا إنه البيت اللي كنت ساكنة فيه كان حد بالمسجد، وتقريبا كل العيلة بيروحوا يصلوا التراويح وبعدين بيتلموا عندي سهرة شغلة مفروض أنا كتير يعني كتير متعودة، بيجوا كلهم بيشربوا الشاي عندي بيسهروا عندي وبعدين يتسحروا ويمشي يعني تقريبا هيك كانت الـ والوقت هيدا طبعا بنحاول نعمل فيه شغلات زي ما بقول sometimes بنغني أغاني قديمة بس أغاني بتفكرنا طبعا بالchildhood طبعا يعني بالأغاني القديمة اللي هو اللي تفكرنا بطفولتنا أغاني رمضانية مثلا. وزي ما قالت الأخت ليلة 27 بنحضر كمان للطهور طهور الأولاد في الجزائر، كمان بنحتفل أول يوم أنا صمت فيه في رمضان. طبعا الطقوس تختلف من منطقة لمنطقة، بس أنا متذكرة كتير منيح إنه جابوا لي هدايا يوم كذا واحد يعني عمتي جابت لي هدية، خالتي جابت لي هدية يعني اليوم الأول اللي أنا صمت فيه، وعمتي كانت أخذت الأسوارة الذهب تبعها وحطتها في طبق وحطت عليها ماء الزهر وعطتني أشربها يعني كان أول شيء بشربه يعني وبتختلف يعني في أمازيغ مختلف. أنا طلعت البقالة طلعت الباء وقاف ألف لام هاتا إرث شعبي عريق يزين السهرات الرمضانية في الجزائر وتعرف باللغة الأمازيغية بالبقالة أو الإناء الفاخر، ولعبة البقالة هي عبارة عن أبيات شعرية تحمل مواضيع معينة اشتهرت بها النساء في الأمازيغيات. يعني شيء جميل تعلمناه اليوم، أنا أول مرة أسمع فيها. نعم نعم. طيب في المغرب العربي، ليل المغرب العربي كيف؟ ليل المغرب في المغرب يعني في السنوات اللي كان فيها اليوم كيكون أقصر، يعني كيكون عندنا فرصة يكون عندنا وقت أكثر باش تكون أنشطة أكثر، لكن في الأيام اللي يكون يوم صيام طويل يعني بالنسبة لليل يعني مجرد وقت الإفطار أول ما يأذن الأذان ونبدأ ونفطروا كاين على التلفزة المغربية دائما حصة ديال الطرب الأندلسي والطرب الغرناطي، يعني دائما تكون صاحبة للأكل يعني كتكون حتى الريتم ديال الأكل كيخفاف بسماع هذه الموسيقى. من بعد كل الوقت يعني الفترة اللي عندنا من إفطار الأذان العشاء كيكون سكيتشات في التلفازة، كيكون برامج كوميديا مسلسلات دينية اللي كانت تبعون في ذاك الوقت. مجرد أذان العشاء يعني كيكون استنفار استنفار كل شيء يمشي توضى للصلاة. أصلاً كينا حاجة جميلة بزاف في المغرب في بداية يعني في هذيك 15 اليوم اللي يكونوا كانوا يوجدوا هذه كتوجد أكثر بثلاث شهور أو أربع شهور اللباس التقليدي، يعني كل المغاربة كي يحاولوا ما أمكن يلبسوا اللباس التقليدي حتى في أماكن العمل تلقى جبادور وتلقى جلابة والبلغة باش نمشيوا للعمل. والوقت ديال يعني اللي أذن العشاء كل شيء يلبس اللباس التقليدي سواء الرجال ولا النساء ولا الأطفال اللي يخرجوا للمسجد. المساجد يعني كل نقدر نقول لك تقريبا كل جوج ديال الزنقات كاين فيهم مسجد، والمساجد يعني عندنا عدد كبير ديال المساجد في المغرب يعني كتير بزاف، ماشي الدولة اللي كتبني المساجد، المواطنين اللي كيبنيو المساجد، يعني كل حي كيبغي أن يكون عنده المسجد الخاص ديالو في المنطقة ديالو. كيخرجوا الناس المساجد، نقدر نقول لكم بأن الشوارع تغلق بالمصلين، التراويح يعني مورا العشاء وصلاة التراويح مشهد رهيب،
يعني أطفال، نساء، عجائز، رجال، كل شيء في المسجد باش يصلي التراويح. الناس كيصليوا في الشوارع، يعني السيارات ما يمكنهاش تدوز، يصليوا يعني حتى أن الأرض كتكون صلبة بأنك تقعد فيها مدة طويلة لا يأبهون لها. من بعد صلاة التراويح وقت اللي يرجعوا للدار كيكون ديك القهوة أو ديك أتاي مع الحلويات وكذا اللي نكونوا جالسين. إلا كان عندنا كيف قلنا في الصيام الأول ديال مثلا الأطفال اللي يلا غيصوموا لأول مرة، كيكونوا طقوس مختلفة، يعني كنحتفلوا بهم حتى في المسجد وحتى في كذا كنحتفلوا بهم بواحد الطريقة، يعني راه ولدي صام اليوم أو بنتي صامت اليوم. لكن في ليلة 27 اللي حنا كنقولوا ليلة القدر، كيكون عادة صيام خاصو يبقى حتى الصباح، صلاة التراويح كتبقى حتى الصباح. داك الوقت اللي غادي الإنسان يبقى حتى الصباح يعني وقت طويل، كيديروا بريك، يعني كيصليوا التراويح الأولى، دائما كاين صلاة التراويح ديال مورا العشاء، كاين صلاة التراويح ديال الفجر، ودائما المساجد مملوءة، يعني كل شيء كيمشي. لكن الوقت اللي كيكون نهار قصير وكيكون الليل أطول، كتكون فرصة أن الناس يمشي ويصلي التراويح ويرجعوا ويبقى مازال الوقت عندهم. شنو كيديروا؟ كيخرجوا كيف قالت عزيزة، المحلات كتنشط بزاف، يعني مورا المغرب الناس كيخرجوا للتسوق أو للتنزلوا أو على شواطئ البحر أو لا، يعني في كل مكان. لكن ليلة خاصة كتكون في ليلة 27، يعني ليلة القدر كتكون يعني 26 الليل ديالو كله حتى الصباح 27 كيكون كله صلاة. لكن نهار 27 كيكون تزيين الأطفال، خصوصا هو معمول الأطفال اللي صاموا لأول مرة، لكن حنا كنستغلوه كذلك أننا كنديروا حتى الأطفال الصغيرين، كنمشيو كنزينوهم بلباس كلباس عرائس كلباس عروس اللي كنديروها في العمارية، وكيكون حتى أهازيج وأغاني ديال الأفراح جميلة جدا. أنا اليوم جبت لكم معايا صورة، صورة مثلا الجمانة وهي صغيرة بلباس في ليلة 27، يعني الشوارع كلها كتكون مملوءة بالأطفال صغار هكذا بلباس تقليدي بلباس عرائس. بالنسبة للوليدات كذلك سهراب كذلك، يعني باش كنفرحوا بهم. هاد الليلة كيكون السهر طويل، كيكون سهر طويل، ومن بعد كنبداو نوجدوا العيد. طيب احنا نتكلم بشكل سريع هيك عن آخر رمضان وبداية التحضير للعيد ويوم العيد، عيد الفطر. نبدأ بتونس. بالنسبة لتحضير العيد في تونس، يعني كما نقولوا جو خاص، يبدأوا العائلات التونسية أغلبيتهم يعني يحضروا الحلويات لعيد الفطر، ويعني عندها نكهة خاصة خاطر تتلم العائلة الكل بعدين مع الليل، الأطفال يهزوا الأطباق الى كما نقولوا احنا الى المخابز، الكوشه نقولوا احنا بالتونسي، الكوشه باش يطهيو كل الحلويات ويعودوا بهم باش يحتفلوا بهم نهار العيد. عندنا حاجات اخرى في العيد، هي بالنسبه لعيد الفطر تحضير كيف للمنازل، للمنازل في تنظيمات اخرى للمنازل، تزويق للمنازل باش كما نقولوا ينتظروا الضيوف باش يجيوا نهار العيد، تكون يعني منازل تكون في مقام لائق للضيوف. وعندنا أطباق زادة كثيرة تتحضر لنهار العيد، نجم نحكي عليها يعني ولا سريعا؟ سريع، تفضل سريع. عندنا في صفاقس مثلا عندنا طبق الشرمولة، هو متكون من بصل وزيت ومع السمك المملح، ويتناول يلزم يتناول اول ايام العيد. عندنا في تونس العاصمه الملوخيه يلزمها تسيب اول ايام العيد والحليل. الشمال الشرقي عندنا العصيده البيضاء مع مرق اللحم، وبنزرت عندنا اسماك القاروس والمرجان. وعندنا كذلك تحضير في نصف رمضان كما قلت، كيبداو العائلات يخرجوا صغارهم باش يشيروا لهم الحوايج العيد وهدايا العيد. جميل. في الجزائر
في الجزائر احنا اخر اسبوع كنا بنتلم عند امي بنعمل الحلويات، وطبعا ما راح اكذب عليكم يعني تقريبا 10 12 نوع 12 صنف، كميات ملهاش لاول ولا اخر، يعني تقريبا كل يوم السهرات بعد الافطار وطول اليوم تقريبا، وتشوف انه على اخر رمضان السفره بتتغير، يعني اول رمضان بتكون ملانه ملانه، على اخر رمضان تقريبا البورك والشربه وخلاص كله يقوم، يعني تقريبا ما بتلمس الطبق الثاني والثالث، ونبدا نهتم بموضوع البقلاوه من اهم حلوات العيد، في المخبز، في كعب الغزال، في مقروط اللوز، في مقروط الخرز، في تشارك العريان، يقولوا لي شو هاي العريان عباره عن هيك، وفي تشارك الملبس كمان، يعني ممكن نقول لكم انا مخصوصا ان انا مهتمه كثير بالحلو لانه كثير بحب الحلو، يعني بنقعد بنعمل بنبدع وبنفنن في وبنحضر تقريبا كمان الاطباق اللي راح تتوزع، لانه اكيد اول يوم رمضان قبل ما يعني بعد صلاة العيد على طول أول شيء بنعمله وإحنا صغار بنروح ناخد الأطباق بنعدي على الجيران، يعني ممكن نقول لك أمي بتشتري اللي هم اللي كانت تشتري الأطباق اللي هي ما بترجع، يعني عادة بتاخد الطبق تبع البيت تيرجعوا لك فيه وانت بتزور وبتغافر، إحنا بنقول بنغافروا على العيد، بترجع الطبق تبعك اللي انت خدته بس الحلوة تبع الناس الثانية، اوكي؟ بس امي كانت الحلوة تبع الحلوة مش كانت لسه الحلوة بتاعتها طبعا مميزة، الناس كتير بتستنى انت يجي العيد تاكلوا من الحلوة تبع ماما، وللأسف احنا واحنا صغار ما كنا بنحب ندوق الحلوة تبع الناس وماما عشان يعني ما عشان ما في تبذير بتعمل الاطباق اللي هي بتخليها يعني عند الناس، يعني تمام، ومع انه يعني الناس بصراحة كانوا بيجوا هم كمان بيغافرونا وبيجيبوا كمان وساعات طبق من كتر بتاخذ الطبق هيك كبير بتحط كل نوع من انواع الحلوه، بتحط بس واحده، بس انتوا بتقولوا كعبه في تونس صح، حبه واحده من الحلوه والطبق يبقى ما في محل اصلا انك تحط فيه اي شيء. طبعا احنا كصغار طبعا بنلم اكثر وقت بنلم فيه فلوس ولا مصاري هو يوم العيد، طبعا الشنطه بتتملى مصاري يوم العيد. هلا اما بتكبر بتفهم انه يعني بيجي من هون بس بعد كده بيروح من الجنب الثاني، لانه انت تحويش هو ايه، وبنروح بنطلع تعرف شو بنروح على البنك قبلها تنجيب مصاري جديده، يعني عشرات وعشرينات وخمسينات جديدة، لازم تكون فلوس العيد بتكون مصاري جديدة، وفي ناس كانوا بيحبكوها لأنه هون في كندا فيك إنك تطلب مصاري جديدة، بس في بلدان تانية المصاري بتبقى هيك يعني بس فيك ناس والله بتكو بتعطر المصاري، إيه بتحط عطر بالمصاري لما بتعطيك مصاري العيد بتبقى مصاري العيد، يعني أيوة. انا هلا بحكيكم واي ثينك انه بضحك من عيني، يعني اصلا عيني راح تدمع من الفرحه تبع هاي الشغلات اللي انا بكل صراحه حتى وهون بكندا، لانه انا اولادي صغار كانوا بيسالوا يعني بتعرف بدك تعرفهم شو كريسمس وليه الناس بتحط الانوار، وحتى انه ابني وكان هو صغير كثير كان بيمشي كان بنمشي بالسياره بيقول لي في كثير مسلمين بكندا، عم بقول له يعني ليه؟ بقول له لانه ما في كثير بيوت عندهم الانوار اللي هم تبع الكريسماس، قلت له يا حبيبي لا مش هيك، مش كله بيحط الانوار، بس انه بيفكر انه لو ما بتحط الانوار، سو كنت بعمل الزينه انا. نعمل الزينه في بلادنا، ونفس الانوار تبع الكريسماس، هلا بقى في انوار اللي هم فوانيس ورمضان وهيك شغلات، هلا بقى في هاي المواضيع فينا بنحطها، وبكل صراحه نفس اللي هو شجره الكريسماس والهدايا، نفس الكونسبت من غير شجرة الكريسمس، بعمل منطقة هيك في البيت وبجيب فيها الهدايا لأبنات أخواتي للنيسز والنافيوز والولاد الصغار تبع أصحابي، لما بيجوا يزوروني بجيب لهم الهدايا كمان، حتى لو كانت شي بسيط يعني على البادجت، مش معناها يعني بيك بس إنه بحسسهم إنه، وبقول لهم دايما إنه أخواننا المسيحيين عندهم كريسمس، احنا عندنا عيدين، عندنا العيد الكبير والعيد الصغير، لانه يعني هذا سموه العيد الصغير اللي هو عيد الفطر، وعيد كبير
والعيد الصغير احنا عندنا 3 ايام، يعني الهدوم يعني الاواعي الجديده، يعني من الراس للرجل كل شيء جديد، كل شيء متعطر وكل شيء. 3 ايام تقريبا، احنا مش عارفه كل في مصر وفي تونس وفي المغرب لو 3 ايام، بس احنا بنحتفل تقريبا 3 ايام. اول يوم العيد الاكل الطبخه تبعي الغداء راح يكون اما كسكس ابيض، يعني بالنسبه لنا في طبعا اكلات مختلفه، في تريده، في تشخشوخه، ديبندس اون المنطقه بالجزائر، بس احنا في البيت عندنا الاثنين، يعني عندنا الكسكس الابيض ولا الرشته. الرشته ما بعرف لو موجوده في المغرب وفي تونس، بس اي ثينك انه الرشته بس موجوده في تونس. اوكي، الرشته عباره عن نودلز، اوكي، كثير رفيعين بنعملهم بالايد احنا بالمكنه هيدي زي الباستا. الباستا بتتعمل هي عباره عن باستا كثير رفيعه شبه سباجيتي هيك، بس ما هي سباجيتي. وطعام تبع يوم العيد بيكون طعام بالخرشف. الخرشف عباره عن خضره من الخضر، يعني يكون بطعام بالخرشف القرعه واللفت. نعم. ماشي. سو انا حسيت ان حكيت كثير. لا كلام ختيمه العيد، يعني تقريبا ليليا قالت نص الكلام بالنسبه للتحضيرات ديال العيد. يعني احنا من ليله 27 بالنسبه لنا خلاص العيد وصل. ليله 27 فوت شغله ما قلتهاش، هما الأطباق الكسكس يوم العيد. يعني طبق الكسكس طبق رئيسي في المساجد، يعني المصلين يروحوا يصلوا في المساجد والناس يجيبوا لهم الأطباق الكسكس وتتصف قدام المصلين. وقت اللي يكملوا الصلاة نفرشوا السفرة ونحطوا مجموعات ناكلوا الكسكس مع بعض ونجمعوا ونلموا. يعني هذه شغلة ضرورية. وفي ذاك النهار نبداو نخرجوا الفطرية ديال العيد ونبداو نوجدوا الحلويات. كيف قالت ليليا عدد كبير ديال الحلويات، يعني كل ما تفننت المرأة في الأصناف ديال الحلويات كل ما كتفتخر براسها أنها وجدت سفرة العيد. لكن احنا عندي ذكريات مع ليلة العيد دائما كتكون أصعب ليلة. هي أكيد كان فرحانين بلباس العيد من الصغير للكبير، كل شيء كيشري حوايج العيد. يعني كيف قالت من القدم للرأس كل شيء جديد. لكن ليلة العيد تكون أصعب ليلة عندنا لأننا نبات الليل كامل وإحنا نعمله في المسمن وفي البغرير، يعني كميات هائلة، لأن في الغد في صباح العيد لازم نفرقوا صحن على كل جار وجارة، ونخليه كمان للناس مثلا اللي من الاهل العائله او الصحاب اللي لازم غادي يزورونا في بعد الظهر او احنا غادي نمشيو نزوروهم. وهاد الاطباق هادي يعني يوم العيد كذلك نفس الشكل كندورو حنا الاطفال اللي ناخذوا الطبق ونمشيو نوصلوه ديال الافطار، نوصلوه للجيران باش ناخذوا من عندهم كذلك العيديه. يعني كذلك ملي تعطيهم يردوا لك الصحن مليء بالافطار ديالهم، يعني نقولوا احنا ذوقوا فطورنا وهما يقولوا لنا ذوقوا فطورنا. لكن اهم حاجه تكون يمكن ما نعسوش الليل كامل، احنا رحنا نطبخوا ونوجدوا نهار العيد، الاطفال ينعسوا لكن الكبار يبقاو يوجدوا. صباح العيد احلى شيء هو صباح العيد، صلاه العيد. صلاه العيد كتكون جو رائع، كيف قلت كذلك المساجد مسدودة، الطرقات من غير الراجلين ما يمكنش يدوزوا، والسرعة باش نمشي ونديروا التكبيرات ونديروا مع الأطفال تلقاهم سابقين. علاش؟ لأنهم فرحانين بلباس العيد وغادي المسجد باش يقولوا حنا كملنا شهر ديال رمضان بحالنا بحال الكبار. يفوت الصباح ديال الفطور ديال العيد، تكون لمة ديال الفطور، يعني الطبلة تكون مزوقة، تكون يعني مشكلة من جميع أصناف الحلويات والفطائر. يجيونا أهل، يجيونا عائلات، يعني دائما الوقت اللي يكون البيت اللي فيه أكبر الإخوة أو اللي فيه الوالدين يتلموا فيه الكل، يجيوا الفطور العيد ونقعدوا نتغداو مع بعضنا. يعني تكون دائما البيت عامر، الجو ديال العيد، الفرحة ديال العيد، كل شيء يضحك، كل شيء يقوموا النساء مع بعضهم يوجدوا الغداء.
لكن في الأكل يعني شنو نوجدو في الغداء على حسب كل أسرة وشنو كتختار. كاين اللي يختار مثلا يدير اللحم بالبرقوق ويدير دجاج محمر اللي هو كيكون دجاج اللي يكون بالبصل ولكن يكون فيه ليمون، ولكن ليمون مثل ليمون مخلل، ما بعرف يعني انتو شو بتقول مخلل ليمون مخلل يعني ليمون ويكون فيه زيتون او يكون طبق صفه هو اللي قالت عليه ليليا الرشطه، تكون بحال سباغيتي رفيعه بحال شعريه شعريه بالضبط ولكن هي ارفع، نديروها حتى هي كذلك، تقدر تكون شعريه بالدجاج نقولوا عليها شعريه مدفونه، او تكون مجرد بالمكسرات وبالسكر، نقدروا نديروا اطباق يعني مجرد لحم مبخر او فور في الكسكاس او في الفران، او مع تنوع في السلطات. سلطات عندنا في المغرب احنا او المغرب العربي عندنا سلطات السخنه وعندنا سلطات البارده. سلطات السخنه اللي هي تكون طيبه اكيد ضروري نطبخها، تكون بحال زعلوك بحال تكتوكه بحال، وكاين سلطات اللي هي عاديه بحال فلفل وطماطم وخيار وهيك، لكن يكون تنوع كبير. الزيتون المخلل والزيتون كي نقولوا احنا المشرمل كيكون يعني من حاجات الضروريه تكون على الطبله وتكون فيها لوغو ديال الحار. من بعد وجبه الغداء كاين بعد الظهر، وهي اجمل فتره هي من بعد وجبه الغداء، هي اللي نحطوا فيها الحلويات. دائما السفره الحلويات تبقى طول اليوم باش اي زائر جا اي ضيف دخل يلقى الطاوله ديال الفطور. حاجه الوحيده اللي كتبدل هي الكيسان والبراد ديال اتاي يعاود واحد جديد، او اذا كان نقص في الحلويات يعني الطبق يكون مليان مجرد ينقص منه لازم نعاودو نكمله باش يكون كامل اصناف واشكال، وكيكون جو رائع بالنسبه للاطفال لاول مره كيقدروا يكون عندهم الفرصه انهم يخرجوا يشوفوا في الشارع ولاد الجيران ويلعبوا كاملين. كيكون طقوس جميله كي قالت اهم فتره كنكونوا فيها لاباس علينا، يعني لاباس علينا يعني عندنا فلوس انا نعمر جيوبنا. انا نسيت شغله معينه واللي هي صح ما كناش نرقدوا ليله العيد، ما حدش يرقد لا الكبير لا الصغير، لانه كنا طبعا الحلاقات يعني لا درجه ملهاش لا اول ولا اخر، يعني استنى تقريبا نقعدوا الشعر والحواجب والضوافر يعني ما بعرف لو نفسي بالباس العيد الباس العيد يعني تقريبا نقولوا يعني الحمام التعطر يعني هل الموضوع العيد الكوافيرات الحنة احنا عندنا الحنة تاع العيد، ليلة العيد. كاينه شغله مهمه بزاف كنا نفطروا عليها هي العسل، يعطيونا العسل ناخذوه بالصبع ونعطيه لخويا او نعطيه لاختي باش تبقى دائما تديم حلاوه المحبه بين الاخوه. نعم هذه كانت حاجه صباح العيد هي صباع عسل تعطيه يا طبعا يعني ايش بدي احكي لكم لا يمل. انا رايح اتسحر اتعشى افطر اتغدى مش عارف شو اسوي هلا، جوعت صراحه. تبارك الله عليكم عيشكم، كنتن خير سفيرات للمغرب العربي. عشقنا هذه الليلة، عشقنا هذا التراث، عشقنا هذا الطعام، عشقنا أهل المغرب ونحن كما نعشق دائما. بس للأسف إحنا وقتنا كان 45 دقيقة لساعة، إحنا إلنا ساعتين نتكلم وإحنا مش ضد هذا الشيء، بالعكس إحنا مبسوطين لأنه في عنا ناس عم تحضر وعم بتعلق وتراث غني جدا. لن نستطيع إنه نقطع الحلقة، لكن نتمنى إنه نجتمع مرة أخرى إن شاء الله في حلقات عن الفولكلور والثقافة. راح نختم الحلقة في كلمة لكل منكم بدقيقة أو أقل بتحبوا توجهوها لجمهوركم، لناس اللي بتسمعكم. في ناس كتير علقت
وحكت عنكم، فإذا بتحبوا توجهوا لهم أي شيء ختيمة. أنا نشكر كثير الأخ جمال والأخ محمد على هذه الفرصة الطيبة اللي خلتنا نتعرف على الشقيقات من المغرب العربي. تشرفت بمعرفتكم لأول مرة، وكذلك نعرفوا بثقافتنا ونمدوا جسور التواصل مع جميع الأشقاء العرب. شكرا بزاف لكل الناس اللي اهتموا وحضروا معنا هذا اللايف، وإن شاء الله المرة الجاية يكون لقاء أحسن إن شاء الله. ليليا، أنا بكل صراحة أنا كتير 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 مبسوطة، مع أنه يعني في اختلاط كبير هون بكندا، أنت عارف، مع جاليات كتير ومع يعني من المشرق المغرب من الشمال الجنوب تبع الكرة الأرضية، بس أنا أعتقد شخصيا طلعت من هاي اللايف اللي احنا عملناه باستنتاج كتير كتير رائع، أنه اختلفنا لنتشابه يعني تقريبا. يعني عن جد تلاقيت انه انت عارف ما بندخل في السياسة، وانت عارف السياسة، وكلنا بنعرف السياسة انه بيفرقوا تيحكموا، بس بكل صراحة انا بالنسبة لي يعني المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، تقريبا والله ما في فرق غير انه ما في، لانه عن جد من العاصمة والشرق والعنابة، عنابة تقريبا تونسيين، حتى اللهجة قريبة جدا من عنابة لتونس ومن الوهران للمغرب، يعني والله احنا وحدين، هو الانسان اللي حط الحدود، بس كانت قريب تقريبا كلنا افريقيين اول شيء. وبصراحة يعني كتر الف خيركم، يعني انا كتير مبسوطة انه خليتوني اعمل little bit of research، مع انه الحمد لله متمسكة في عاداتي وتقاليدي، بس تعلمت واستفدت أنا كمان اليوم من إخواتي المغربية والتونسية إنه ما في فرق بيننا، يعني عن جد كتر ألف خيركم يعني. عزيزة، نشكر الأخ محمد والأخ جمال اللي أتاحوا لي فرصة هذه باش نحكي على تونس، على عاداتها وتقاليدها، ولو أني متأكدة لأني ما حكيتش على كل شيء. شرفت معرفت أختي ليليا وأختي خاتمة، وإحنا المغرب العربي يعني بلادنا واحدة، تونس، الجزائر، المغرب بلاد واحدة، ونقعدوا باقي بلاد واحدة، يعني فمش حدود بقدرة الله، ونقعدوا خيات ومتشرفين بهم. شكرا لكم. يعني في الختام دائما بكون صعب، لأنه هذا حال الدنيا، دائما في خاتمة، ومعنا إحنا خاتمتين، وخاتمة في النهاية. يعني لكن بدي أقول إنه اللقاء كان كتير ممتع. أهم شيء كان في اللقاء إنه عرفنا إنه إحنا عندنا إمكانية نتواصل، إنه للأسف إحنا في زمن صرنا نشعر إنه من باب المستحيلات إن نعود نتواصل، وبجزء من التحديات اللي بنعملها إن نثبت للناس ولعقول الناس إنه الأصل إن نتواصل، والأصل إنه إحنا شعب واحد، والأصل إنه إحنا وطن واحد، الأصل إنه إحنا مر علينا يعني كثير كثير من الأحداث، مر علينا كثير من الصعوبات، مر علينا كثير من الصراعات في مناطقنا، لكن هذا كله ما لغى نهائيا لغتنا، ما لغى نهائيا ثقافتنا، ما لغى نهائيا حنيننا لبعضنا البعض. لما بنشوف واحد من المغرب العربي بكل أقطار المغرب العربي، بنشعر إنه في الدم رجع يضخ، والدورة الدموية رجعت تكتمل. وكذلك أتوقع إنه لما الإخوة من المغرب العربي يشوفوا حد من مصر ولا من الخليج ولا من الشام، بلاد الشام، عراق، اليمن، بيرجع الدم يتدفق وتكتمل الدورة الدموية. وحقيقة كأنه إحنا صحيح انفصلنا، لكن ما زال هذا الرابط موجود إلى الآن ضمنيا. العادات اللي بنتكلم عنها عمالها بتثبت إنه في عنا مشتركات كثيرة في العادات، بدل على إنه في زمن طويل جدا يعني يزيد على 1400 سنة كانت هذه الشعوب واحدة، وكانت هذه الشعوب بتتكلم مع بعض بنفس الثقافة ونفس المنطق، وكانت تتبادل التنوع بينها بشكل جميل ورائع جدا. أنا مبسوط، لو حكيت ليومين كمان ما راح أخلص حكي عن المعاني والمشاعر الرائعة اللي أعطتنا إياها هذه الحلقة،
وإن شاء الله بيزيدنا هذا إصرار إن نكررها ونعملها ونصر على إنه يكون كل أقطار العالم العربي متمثلين في لقاءاتنا وفي برامجنا في القناة. أشكركم جميعا. طبعا أنا باسم كنار تي في بشكركم جدا، بشكركم بزاف برشا، تمتعنا برشا بهذا الحلقة، أحببناكم بزاف، ديالكم كل الأشياء كانت جميلة جدا، فعلا أمتعتونا. بشكركم باسم جمهور اللي حضركم وعلق، عذرونا ما قدرت أحط كل التعليقات لأنه كان صعب، لكن كان لقاء رائع. من هذا المنبر بوجه رسالة لجميع من استمع، لجميع من شافنا، إذا حابب يشارك في موضوع بشوف أنه مهم للجالية العربية يتواصل معه، يتواصل مع الأستاذ محمد، مع كنار تي في، مع نسرين، مع أي أحد من محمد عيسى، مع أي أحد من أعضاء هذه القناة. كلنا بنرحب بجميع العرب، بجميع الأخوة اللي حابين يوصلوا رسالة أو يفيدوا أبناء الجالية. مرة تانية بشكركم، بذكركم بلقاءات غدا، رح يكون الساعة 6 عندنا لقاء مع مريض تلاسيميا، راح يتكلم عن المرحلة اللي مر فيها. مرض التلاسيميا مرض مشهور في الشرق الأوسط، حنتكلم عليه، حنسلط عليه بعض الضوء، حتسمعوا من هذا الشاب اللي بحارب وعنده رسالة للجميع عن هذا المرض. الساعة 7:30-8 راح يكون عندنا الإفطار رمضان اللي متعودين عليه ومدفع الأذان، والساعة 10 راح تكون معنا حلقة متميزة عن الفولكلور والثقافة الأمازيغية مع ليليا مرة تانية. فتابعونا غدا إن شاء الله، ونراكم في حلقات قادمة، وتصبحون على خير. أنا رايحة أتسحر يا شباب. يلا السلام.